في زمن أصبح السطو فيه على الحقائق سهل والباب بقى مفتوح أكتر للشائعات، تعال بس سريعاً كده مع بعض نوثق شوية حاجات. الأهلي الطرف الأكبر في سباق كلوب سوكر على جائزة الأفضل على مستويين كبيرين، الأفضل في الشرق الأوسط والأفضل على مستوى العالم، وفي السباقين كان بينافس أندية عالمية عريقة جداً. ولاد الأهلي شوبير والشحات بيوصلوا المنافسة بكل قوة على مستوى سباق الكاف لاختيار الأفضل في القارة، وكولر في سباق مدرب العام في إفريقيا. ده غير إنه الأهلي طبعاً كنادي هو ملك القارة بلا منازع، وسباقات كتير من هذا القبيل سبق وحسمها ولسه بيحسم منها كتير مدربه ولاعبه الأهلي في كل زمان ومكان. كل دي تقديرات وتقييمات بتضاف إلى الرصيد الذهبي لحجم وعدد البطولات اللي بيتوج بيها الأهلي بكل جدارة واستحقاق، فبتلاقي الأهلي وقت الحصاد الرقم الأكبر والأعظم في المعادلة الكروية المحلية والقارية، علاوة على كونه رقم يشار إليه بالبنان كمان في المنافسات العالمية. بنقول ده دلوقتي علشان تبقى نقطة واضحة على حرف أوضح في كلمة أهم ضمن جملة أعم، الجدارة والاستحقاق. حقائق وأحداث وتواريخ نحفظها بينا كده ولو على سبيل الذكرى، علشان في وقت زي وقت الرعاية مثلاً ما نسمعش أبداً كلمة اشمعنى. شكراً للعزيز المتألق دائماً فيصل زيدان، وأهلاً بالمتألقين محمد فارس. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن، وسعداء بالتواجد مع حضرتك، وإن شاء الله حلقة موفقة. إن شاء الله منورنا مشرفنا. أحمد أسامة مساء الفل. مساء الفل يا كابتن، وإن شاء الله نقدم حلقة تكون هتبدأ لي بقى مربع. مساء الفل يا كابتن. نفك كده بقى. أنا فاكك جدا. أنا هتلات عاملين كده بقى، خلينا نفك جو الحزين اللي موجودين فيه النهاردة. لكن منورنا أسامة حبيبي يا كابتن، بنورك. وطبعاً يعني بقى حضرتك على الجزء الاول من الحلقه، لان فعلا خلص العزاء لكابتن محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ، ونتمنى بالفعل يكون في اجراءات على ارض الواقع من اجل الا تتكرر مثل هذه الامور مره اخرى. ايه هي الاجراءات دي؟ اولا لازم يكون في نحب حلول. تمام، اقول لحضرتك الحلول. يلا. اولا لازم يكون في اجهزه للصدمات موجوده في كل نادي مشارك في اي درجه من درجات المسابقات. ماشي. درجه رابعه، درجه ثالثه، درجه ثانيه. جهاز الصدمات. مش بتكلم على عربيه الاسعاف، بتكلم جهاز صدمات في النادي. ده رقم واحد. تعال نقول ان الدوري معظم الناس في الدوري تمام جدا وهتقدر تتسق مع فكره الحاله الطبيه. لازم كمان يكون في يعني امور بقى متعلقه بالتحليل الجيني يا كابتن، تحليل جيني. حلو. لكل الفرق اللعيبه المشاركه في كل المسابقات. حلو. من اول الدرجه الاولى للدرجه الاخيره. ماشي. لان ده مهم جدا، وبتوقع حدوث بعض الامراض لدى بعض اللاعبين، مش بس فقط لغير تحليلات. لازم يكون هناك دكتور او طبيب مؤهل في كل مباراه، في كل ملعب تجرى عليه المباراه. مش بتكلم هنا على فكره لو هنقول الدرجه الثالثه والدرجه الرابعه الدكاتره يكون كل اللي إيه؟ كانوا موجودين في الملعب مش اطباء. ما ده اللي انا بقوله. لازم يكون في الملعب طبيب طوارئ. ماشي. حتى لو انا هستغل ذلك من الوحدات الصحيه في بعض الملاعب في الدرجه الثالثه والدرجه الرابعه. ماشي. ده مهم جدا. المراجعه، ويكون سيارات الاسعاف مجهزه، وما نسمعش تاني يا كابتن ابدا على فكره سيارات نقل الموتى هي اللي بتكون متواجده والحكام بتوافق وبتلعب. ماشي. المباراه دي امور يا كابتن. حلو. اتفضل. لا خلاص. حلو. دي امور. دي امور على الاقل انت استبعدت نقطه الاهمال اللي حضرتك اتكلمت عليها. زي الفل. فنبدا بقى نتعامل مع الحالات، لان في النهايه هو الموت قضاء وقدر. ونعم بالله. ده شيء طبيعي، لكن على الاقل انت تاخذ بالاسباب. ما ينفعش يا كابتن يكون ثلاث دقائق حضرتك بتعرضهم النهارده ولا اربع دقائق، ما فيش حد مسعف قادر يعمل انعاش للقلب بشكل بدائي جدا. الصوره اللي كانت بتقول ده العنصر البشري. الصوره اللي كانت بتقول يا فارس كانت بتقول ان هم بيتعاملوا معاه انه بلع لسان. طبعا. ودي مشكله. لانه انا لو عندك دكتور متخصص، دكتور يعني دكتور حتى عادي طبيب طوارئ. انا صاحبي جدا دكتور نادر الشريف اللي هو ولد يحيى. يحيى نادر لاعب نادي العين، بكل اسف يعني بعت لي قال لي انت كل كلامك مش صح. اول ما جبت الحاله يعني قال لي احمد الدم ما وصلش، الموضوع اكلينيكيا منتهي عشان ما تتعبش قلبك يعني. وقال لي كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها من البدايه، طالما صح. الخطوات دي لم يتم اتخاذها، وبالتالي قال لي كده. انا اسف، انا ما كنتش حابب اقول الكلام ده يعني. قال لي اعتبر الولد في اعداد الموت يا احمد، اللي انت بتقوله ده وقت طويل جدا جدا جدا،
قال لي اول 3 دقائق هم اهم 3 دقائق في حياه الولد. اتفضل. عشان كده كابتن شوبير يعني يمكن اسامه اتكلم في بعض الامور الطبيه او بعض البروتوكولات المتبعه في العالم، وانا بدات يبقى عندي مشكله دايما هو ليه احنا بنخترع العجله؟ يعني فكره اختراع العجله ده هو دايما الكونسبت اللي الناس بتتكلم فيها والمبدا اللي الناس بتتكلم فيه، ان يا جماعه دايما احنا دلوقتي في العالم كله انت بتعمل ابجريد لاي حاجه مش بتبدا من الصفر. انا حاسس ان احنا في كل حاجه كابتن شوبير عندنا مشكله ان احنا بنبدا من الصفر. في يا جماعه بروتوكولات طبيه متبعه في العالم، والله الموضوع مش صعب، ميرورنج على طول الناس دي بتعمل ايه بنعمل زيها. مش محتاجين نبدا نشوف ايه اللي مفترض نعمله. في بقى مشكله مختلفه كمان عن اللي اسامه بيقوله، لان ده العنصر الطبي والعنصر المتعلق بالامكانيات يا اسامه، انما العنصر البشري كارثي. كارثي. لا 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 مش ممكن. كل تصرفات الناس غلط. كل تصرفات الناس في الملعب بلا استثناء غلط. جماعه الكلام اللي بيتقال ده في غايه الاهميه، وكلنا بنتكلم للصالح العام، فنرجو كده ان الكل يتسع صدره يعني وما يبقاش همه انه يرد. طبعا. يبقى همه انه يحل. طبعا. لو جينا بصينا اللعبه بتاعت اريكسن الشهيره. نعم. ايه اللي حصل فيها؟ اللقطه اللي اللعيبه نزلت بعيد، الدوم سافه، الهواء يدخل، المسعف يدخل، المحيط وعدد المساحه او الامتار او السنتيمترات اللي بعيد عن اللاعب لا تسمح باعاقته، لا تسمح بعدم دخول الهواء ليه، حاجات كتيره جدا. احنا هنا ثقافه ووعي طبي صفر. زي ما بنتكلم ان اللعيبه يتعامل معاها. ادي اريكسن حطوها على الشاشه الكبيره يا جماعه. طبعا. فضلكم. زي ما بنتكلم ان اللعيبه يتعامل معاها دورات. بص يا كابتن، حتى المسافات ما بين الناس بعيدة. ان ازاي الهواء يدخل. نعم. ازاي انت ما تبقاش حاجب ان اللاعب ده ما فيش هواء وصل له، ما فيش اكسجين وصل له. نعم. بس الحاجه كمان اللي بنتكلم فيها والاغرب، ان زي ما بنتكلم في دورات تثقيفيه للحكام للعيبه، هل في اي حد بياخد بروتوكول طبي في الحياه المتبعه بشكل دوري والابديت بتاعها ايه واللي بيحصل في العالم ايه؟ هل تعتقد ده حضرتك بيحصل؟ المؤكد لا. طيب حاجه بقى كمان، انا شفت، انا اسف والله انا مش عايز اقصوا عليه وهو موضوع مش شخصي خالص، بس سائق عربيه اسعاف، انا شفت مشهد كارثي. راجل وقف، حافظ العربيه بسرعه، راح نازل يلا يا جماعه معانا، وراح راجع للباب الثاني قافله وهو نازل واخد، والباب ورا ما اتقفلش. ايه ده؟ احنا بنعمل ايه؟ تعرف حضرتك اللي هي خناقه في الشارع ويلا انزل يا ابني. هو كتر خيره. كتر خيره يا كابتن، بس انا مش بلومه هو، انا بقول لحضرتك ان ده نتاج ان كلنا، والله انا ما بقولش عليه، انا بقول انا اولهم. كلنا لو موجودين في الملعب مش هنعرف نتصرف. فانا بتكلم ان المفروض في بروتوكول، انت موجود في مكانك بسرعه بحيث اللاعب موجود بيتحرك على طول، الناس اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي بتحرك ازاي؟ هل دي حاله انت محتاج تدخل او تتعامل معاها او تشيل او تحط؟ ده في حالات انت مش مفترض تحرك اللاعب من مكانه. فالمشهد اللي قدامنا انا والله حضرتك تبص حضرتك هيوصل لك اللي انا بتكلم فيه. خلي بالك كل ده ما كانش حد استدعاه. دخلنا زي خناقه. هوب تمام، ارجع ورا، مش مشكله. تقريبا السائق بدون مسعف، او ربما يكون هو سائق ومسعف. بص يا اسامه بعد اذنك، بص اللحظه دي، انزل، المساحات مفتوحه، اجري الناحيه الثانيه، انت ما تعرفش هو فين او مين بيعمل ايه، هو حس ان العربيه مفتوحه، انزل، روح، ده راح الناحيه الثانيه، لف، قفل الباب. فكلها تصرفات. بس هو اسامه كمان نبهني دلوقتي انه ما فيش حد جنبه. بالظبط. خالص. فانا مش عارف هل هو ممكن احيانا بيقعدوا ورا. يعني احيانا طبيا كبروتوكول متبع في عربيه في الاسعاف ممكن يقعد يعني ورا، عشان ما عندناش معلومه مؤكده فمش هنظهر. لان اكيد في ناس اهي نزلت واضح. لا، الناس دي اللي هي كانت نازله من البدايه، لان في بعض الاماكن بيكون السائق بياخد كورسات في الاسعافات الاوليه. ده السائق ده اللي هو بيجري دلوقتي. ما هو ده. انا ما بلوموش يا كابتن اطلاقا، بس حضرتك هذه الحاله من العشوائيه انتهت في التعامل مع اي واقعه طبيه. خلاص. حتى السياره جايه بعد 3 دقائق يا كابتن، وده اللي السياره موجوده. ده اللي انا باكد عليه، فكره لابد من وجود طبيب طوارئ في الملاعب. نعم. ده مهم جدا، هو مش موجود في اي ملعب، فكره طبيب طوارئ لازم يكون موجود، طبيب طوارئ في مثل هذه الامور. احنا كل واحد بيتصرف بالشكل اللي هو شايفه ان هو كويس وحلو وبيساعد فيه، بس هو مش شرط ده يكون الصح. واضح ان هو لوحده، واضح ان هو لوحده. خلي بالك اقول لك كارثه كمان يا فارس، انه الفرقتين معهمش طبيب، معهم اخصائي اصابات ملاعب. يعني انا في كارثه. بالظبط يا جماعه، احنا كنت شوفين، بص العربيه بتتحرك، الباب هتكتشف بعد وقت الباب مفتوح، مش عارفين يقفلوه. الباب مفتوح وفي حد في حاله زي دي ورا. ده بروتوكول طبي انتهى من العالم كله. والله ما ينفعش نشوفه على الشاشه. ايه ده؟ الباب مفتوح، اقف يا اسطى، استنى الله يكرمك عشان الحاله اللي انا اتصور يا اسامه انه لوحده.
لا اتصور انه جهاز الصدمات ما كانش موجود، ما اتقفلش برضه الباب. انا اتصور ان جهاز الصدمات ما كانش موجود. اه طبعا، ما هو اللي بقى الهواجه هنا والصربعه. لا وغير الهواجه، هل ده معناه اصلا كان في مصحف معاه؟ مستحيل، على الاقل المصحف هيشد الباب. لا ده واضح ان ده سائق بياخد كورسات اسعافات اوليه، وده امر صعب جدا. هو سواق، انا فاهم. هم لا يولان، انا ما ده اللي انا بتكلم بقى فكره ان لابد ان هم بياكدوا لي ان في اثنين مسافرين، كان في اثنين مسافرين ورا. بياكدوا لي ان في مهم جدا بقى يكون في طبيب طوارئ، يكونوا كانوا بيتعاملوا مع الحالة. طبيب طوارئ في الملعب ليه؟ لان ابسط شيء يا كابتن فكره ان انت عندك لاعب سقط، يا اما بتعمله تنفس صناعي، يا اما لو التنفس تم يعني حسيت ان مفيش تنفس بتضعه على وضع جانبي كده، ده صحيح. يسمح في امور طبيه لابد من وجود طبيب طوارئ فيها. لو هي الميزانيه صعبه، انا عندي وحدات صحيه في المراكز اللي زي دي، حلو، ده ساعتين زمن، فلازم يكون متواجد طبيب الوحده الصحيه. عموما اتكلمنا في هذا الامر يعني، وهنتكلم فيه تاني وتالت ورابع، ونامل ان احنا نصل الى حلول. فارس، عايز اسالك الحقيقه عن قصه الاصابات. الاصابات موجوده، لكنه ليه اصابات النادي الاهلي بالتحديد بتشعر انه مثلا واحد يكون عنده جزع مثلا في صوابعه يقول لك عنده كسر، واحد يكون عنده كدمه في الركبه يقول لك عنده رباط صليبي. بحس يا رب يكون احساسي غلط وصحح لي، انه في حاله دائما وابدا من التربص لاصابات النادي الاهلي. قول لي لا، احساسك كله غلط يا كابتن، انت بتقول ده مش مظبوط. واخرها قصه وسام امبارح، عايزين يجيبوها في حاجه سلوكيه، وبعدين طب ده ركبته طرقعت، لا ده قصبت رجله اتعملت، لا ده مش عارف ايه، لحد ما انا قلت التقرير الصحيح بنسبه 100% وقلت للناس انه وسام موجود في مصر. هفرق بين نوعين التناول، لان اكيد احساس حضرتك مش صح، مش غلط قصدي، انا اسف ولا حاجه، بل بالعكس هو في نوعين من التناول، التناول الخاص بالجمهور والتناول الخاص بالاعلام وبعض المواقع. نعم. التناول الخاص بالاعلام وبعض المواقع دايما بحس ان هو استباقي في اتجاه الخبر السلبي، وكان انا عايز اقول لو الراجل قلت ان هو سليم خلاص خلصت، انما لو قلت ان هو عنده اصابه او قلت كذا او يعاني من كذا او تكرار اصابه كذا او توقع، فده دايما بيجيب ترافيك، بيخلي الناس تروح للخبر. فالتناول الإعلامي في الأمور الطبية مش مفترض يكون كده، هو مفترض يكون قائم على معلومة طبية بتشخيص طبي واضح، ويكون ده التعامل. هروح بقى لحتة تانية، الجمهور هو ده اللي ربما حضرتك بتلاقي الجمهور بيتفاعل مع الحالة السلبية، وأنا هنا ما بلومش الجمهور بقدر ما بلوم صانع الخبر، لأن الجمهور دايما عايز يطمن. الجمهور دايما حضرتك عارف بتحصل اي اصابه بتلاقي الجمهور دايما كله بيتكلم، هو ايه اللي حصل، طب هو في ايه، طب طمنونا، الجمهور عايز معلومه. طب ممكن بعد اذنك، انا اسف اتفضل يا كابتن، هعمل نفسي ضيف لمده دقيقه. امبارح اول ما جالنا الخبر انا كنت على الهواء، فالزملاء الاعزاء في فريق الاعداد بدانا شغالين على طول الوقت، يعني لازم تجيبوا لنا حد من منتخب فلسطين عشان نبقى عارفين القصه شكلها ايه. رفض كل الزملاء في فلسطين في المنتخب الفلسطيني ان هم يتكلموا وان هم يردوا، لحد بدات الاجتهادات بقى انه ده اتخانق، لا ده ضرب، لا ده الاصابه، لا ده الحدوته، لا 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 لا. فانا قلت للناس يا جماعه من فضلكم اصبروا شويه لحد ما يجي لنا خبر يقين من داخل معسكر المنتخب الفلسطيني ونقول لحضرتك. فلما صبرنا شويه قدرنا نتواصل مع واحد داخل المنتخب الفلسطيني، حد مهم، وقدرنا نتواصل مع حد من داخل الجهاز الطبي في النادي الاهلي، حد مهم، في النهايه نطلع بالمعلومه الصحيحه. ده قصدي طبعا، يعني ليه ما يكونش في صبر بدل مواضيع الهبد والرزع والكلام الفارغ ده عشان في النهايه تطلع معلومه ده هو الصحيحة. المفتاح كله في الكلمه اللي حضرتك قلتها، اصبر، ومحدش هيصبر، لان هنا فرق، يعني زي ما بقول لحضرتك ده شكل من اشكال كونفليكت اوف انترست كده، تضارب المصالح. حضرتك بتعتمد على فكره بتخدم مصالح المشاهد في انه يعرف خبر حقيقي، لان حضرتك بتزعم ان انت هنا طبيعي دي اهدافك، وفعلا على ارض الواقع دي اهدافك، لان دي قناه فئويه مفترض تدي جمهورها الخبر اليقين. نعم. خصوصا ان قناه الاهلي دلوقتي، وده على فكره يا كابتن شوبير دور ما ينفعش ننفيه ابدا على القناه، ومهم جدا نزكيه، الجمهور بدا في الفتره الاخيره، وطبعا اكيد قناه الاهلي اخبارها فيها مصداقيه، بس الفتره الاخيره اعتمد مع حضرتك على فكره ان عند كابتن شوبير الخبر اليقين، الحمد لله. وده حاجه، انا على فكره ده انا واسامه عندنا فكره من زمان فيما يتعلق بالاخبار الكاذبه، ودور قناه الاهلي ان انت لازم تكون اول مصدر طبعًا واهم طبعًا مصدر، والمصدر اللي لو في تضارب في التصريحات هنا يكون التصريح الصح. تمام. فحضرتك خدت الواي
اللي هو طبيعي الناس حتى لو خارج القناه الفئويه تعمله، بس هو مصالح الاخرين في ده، لا مش مصالح الاخرين في اصبر، مصالح الاخرين اي حد يقول لي اي حاجه حتى لو معدي عشان نعمل بيها ترند، عشان نعمل ترافيك، عشان الموقع يجيب ترافيك، عشان الصفحه تجيب ترافيك، عشان يبقى فيه فيور شيب عالي عشان نستفيد. طب هنا حضرتك المبدا ان انا المشاهده او حاجه، ولا المبدا هو صحه الخبر اللي بتاعت حضرتك ايا كان الخبر ده يعجب الجمهور او ما يعجبوش؟ على فكره كان ممكن الناس تطلع او تقول وسام ما عندوش حاجه، وقد يكون وقتها وسام عنده حاجه، حضرتك كنت هتطلع تقول ايه هنا؟ تطلع تقول الحاله الطبيه الصحيحه لوسام عشان المتلقي اللي بيثق في حضرتك. فالاهداف مختلفه يا كابتن شوبير. وهنا رساله للجمهور ورساله ايضا للمسؤولين، المسؤولين في النادي الاهلي اعلاميا او في الاداره لازم يكون الدور ده دايما. قناه النادي الاهلي حائط صد الاخبار الكاذبه، وحضرتك شفتك عملت ده في ادوار كتير جدا، والجمهور دايما يكون مرجعيتك هي قناتك، هو اعلامك، هو مركزك الاعلامي، هو موقعك، هي صفحه ناديك. هو طيب. كلام جميل. هاخدك في سكه ثانيه. اتفضل يا كابتن. بس مرتبطه. تمام. وسام ابو علي فيما لو اتضح ان عنده اصابه يغيب مباراه اثنين ثلاثه، ما يغيبش، بس خلينا نفترض انه هيغيب. تمام. تأثير غياب وسام أبو علي على فريق النادي الأهلي الآن ومن هو البديل؟ تأثير غياب وسام أبو علي تأثير كبير جدا، خاصة أن أنت داخل على منافسات قوية، داخل على دور المجموعات في بطولة أفريقيا، داخل على كأس التحدي والإنتر كونتيننتال، وطموحاتك أن أنت تصل المباراة النهائية وتواجه ريال مدريد، ودي طموحات تليق بالنادي الأهلي. وسام علامة مميزة في مشوار النادي الأهلي منذ انضمامه للنادي الأهلي. اللي مزعل البعض بتضع طاهر محمد طاهر علامة الآن في كرة القدم المصرية، ومزعلة البعض، مزعلة بشكل واضح جدا، وده تناول إعلامي ما كان يصح أبدا للاعب بيمثل منتخب مصر. أنت لو عايز تتكلم وتقول أن أنت عندك مشكلة أن لاعب بيقارن بلاعب، إحنا أولا يا كابتن لما نيجي نحط معيار للمقارنات بنتكلم على الحالية الآنية. هل حاليا حد يختلف على مستوى طاهر محمد طاهر في مصر؟ لا. على الإطلاق لما تيجي تستعرض ارقام طاهر محمد طاهر من بدايه الموسم مع افضل جناح من وجهه نظر البعض، هتلاقي طاهر محمد طاهر بتفوق. طاهر محمد طاهر واكثر جمهور انتقد طاهر كان جمهور النادي، وده وضوح من جماهير النادي الاهلي. شايف ان هم كانوا جايين على طاهر فبيدوا له حقه ونوع من انواع الاعتذار. لا ده لازم ياخد حقه بزياده كمان. يا كابتن والله، لان طاهر شارك في 10 مباريات، يعني ساهم في 8 اهداف، سجل 6 صنع 2. طاهر محمد طاهر له محاولات على المرمى هذا الموسم في 10 مباريات في 700 دقيقه فقط لا غير، لانه لعب 7 مباريات اساسي، له 17 محاوله، 7 اون تارجت. السبع اون تارجت سجل منهم 6 اهداف، ودي نسبه كبيره جدا في فكره صحيح. الدقه صنع 13 فرصه للتهديد بمعدل فرصه كل 54 دقيقه. عمل 12 مراوغه ناجحه من اصل 15 محاوله. 80% كابتن بيقدر ان هو ينجح. في رقم تاني مهم لطاهر، وده دور مكلف بيه من مارسيل كولر، وهو فكره استخلاص الكره. طاهر محمد طاهر الجناح المهاجم الايجابي على المرمى ده استخلص في كل مباراه 7.4 كل 90 دقيقه، ده رقم اعلى من اعلى اي. انا حابب انه انت تدي له حقه، زيزو لعيب كبير. هو مش احنا اللي حطينا المقارنه كابتن شوبير، دي مشكله. بس انا قصدي ايه؟ ان زيزو حاجه جميله، ولد محترم وشديد الادب وجميل، فانا خليني اتكلم على اللعيب بتاعي. صحيح. وادي له حقه بما يكفي. زي ما انت قلت وزي ما اسامه قال، انه الاهلاويه هيفضلوا شايفين انه وسام وطاهر ودول الافضل، والزملكاويه هيفضلوا شايفين ان زيزو وشيكابالا هم الافضل. كلنا زي مثلا، والله جيت عمال افكر، يعني اكبر قلعه رياضيه في مصر يا عم، ومال دون الانتقاص؟ هل ده لقب رسمي؟ لا، بس انت حر. انا بقول ان الاهلي اعظم نادي في الكون في نظر جماهيره، في نظر محبيه، في نظر اعلامه، في نظر عشاقه، محدش ليه حاجه عندي. على فكره يا كابتن شوبير، هو لو الاهلاوي مش شايف الاهلي اعظم نادي في الكون، والزملكاوي مش شايف الزمالك اكبر قلعه رياضيه، لا ده هيشجع الزمالك. الله يفتح عليك. طيب، بس المشكله هي فقط الانتقاص من الاخرين. طيب، وده شيء غير مقبول. انا الحقيقه هاخدك في ملف شائك. تمام. واحنا بنتفرج على علي معلول، انا مبسوط جدا طبعا، كلنا وعلي، كلنا وعلي اصبح قريبا من العوده باذن الله. كيف يتم التعامل في هذا الملف الشائك؟ ادي لك شويه حلول، ناخد حلول وانت ايه اديني اجوبه. تمام. هل الحل انه علي ممكن يتغير مكانه في الملعب؟ هل انه ممكن يبقى في تناوب بينه وبين يحيى عطيه الله؟ ولا من الممكن حاجه ما نكونش عارفينها
ان يكون علي عنده عرض خليجي، وهذا العرض كان موجود قبل بدايه الموسم وكان قريب من التحقق وكان خلاص يعني، فيعود يظهر هذا العرض للنور مره اخرى. انا الحلول بالنسبه لي أيوة. علي معلول بقيمته ورمزيته نعم. بالنسبه لي يعني انا حلوة رمزيته الشخصي دي طبعا نعم. انا محتاج اقعد معاه اشوف هو عايز ايه، لو عنده عرض محتاج يطلع تمام يطلع. اسف للمقاطعه والله حقك عليا طبعا اتفضل. وانا قلت قبل كده بس بفكرك وبفكر نفسي انه محمد رمضان او كابتن محمد رمضان قعد مع علي اعظم طوله جدا وقال وتم وضح كل وقال ده توضيح كل الامور وقال انه من منطلق رمزيه علي معلول دي نعم. وانا قلت لحضرتك هنا على الهوا ان انا مش ضد فكره ان في لاعب يبقى ليه كريدت مختلف عن الاخرين شويه. بص بس الاول كده على علي طبعا، لان كل القصه كانت فتره كريسه احنا كده الحمد لله. علي معلول جه في البدايه لاعب كان عنده عرض من اندرلخت البلجيكي، ربما البعض في البدايه خالص طبعا البعض كان بيسخر وقتها يعني، علي معلول هيسيب اندرلخت ساب علي معلول ساب اندرلخت علي معلول اداك في كل الاوقات كلاعب مخلص كلاعب تدرج في النادي الاهلي اداك بقلب وروح. انا شايف ان دلوقتي لو علي معلول عنده عرض دي قصه مختلفه، يخضع العرض، هل هو شايف ان هو يخرج ولا ينتظر لنهايه الموسم؟ طب لو علي معلول موجود علي معلول كان في النادي الرياضي الصفاقسي واحد من اهم اللعيبه من حيث معدلات التسجيل على المرمى، ده صحيح. علي معلول يقدر في رايي خصوصا مع تقدم عامل السن ان هو يلعب كجناح. ليه؟ النادي الاهلي بيلعب 4-3-3. هو كان بيلعب في صفاقسي جناح كان كتير جدا نعم. طبعا نعم. بيلعب جناح نعم. احنا بنتكلم بيلعب 4-3-3 في وجود الثلاثيه اللي هي مختلفه عن 4-2-3-1 اللي بتطلب من الجناح. طبعا فاكرين طريقه كابتن حسام البدري وازاي كان بيطلب من الاجنحه يرجعوا يدافعوا. 4-3-3 مختلفه ربما تدي اريحيه ان علي معلول يشارك كجناح. الناس عشان تفهم ليه انا مش شايف ده صعب على فكره كابتن شوبير، هو دلوقتي اولا علي معلول ويحيى عطية الله فيهم حاجة مميزة جدا، ان البروفايل بتاعهم مش واحد خالص، ده صحيح خالص ده يعني صحيح. اتنين لعيبة نعم. الاتنين بيلعبوا فول باكس بس البروفايل بتاعهم والحاجة اللي اسمها نعم. ستايل اوف بلاي الاتنين مش واحد اطلاقا، والاتنين مهامهم مختلفة. وفي حاجة بقى مهمة جدا، انا لو هلعب جناح او لاعب بيلعب على الفلانكس او وينجر يعني ما بيعرفش يعمل اوفرلابنج مع الفول باك او الظهير يبقى انا عندي مشكله. انما معلول شاطر جدا في الحته دي، ويحيى عطيه الله من الناس اللي بتستنى على كورتها ويقدر كتير جدا يعملها هو معلول نعم. فانا لو بلعب فنان هيبقى عندي مشكله في حاجه، لو انا عندي الاجنحه في الوقت ده الاجانب مستواهم يعني في التوب بيرفورمانس بتاعهم هم اعلى حاجه ومقدمين اعلى معدل، طب ده مش حاصل. رضا سليم طبعا نتمنى انه يشارك ويكون له دور ويقدم نتائج ايجابيه، بس هو رضا سليم يعني في الفترة دي معدلاته وأرقامه مش أحسن حاجة. بيرسي تاو رغم إن هو في اليمين بس أنا بتكلم على الأجنحة عموما نعم. برضه مش في التوب فورم بتاعته. هنيجي إن طاهر نفسه أنت محتاجه الفترة الجاية مهاجم حرب. ونتمنى وسام يرجع بسرعة. هو كل ده نتمنى كهربا يدخل طبعا كمان. كل ده ما يديكش مؤشر إنك ممكن تستخدم معلول في الحتة دي نعم. أنا شايف لا، فنيا معلول لو معانا لآخر الموسم أنا لو مدرب حلو. شايف إنك تقدر تستفيد بيه فنيا جدا كمان. نعمل هولد بقى. حصل. تسجل علي معلول وتمام التمام، هتطلع سوشيال ميديا احنا محتاجين لعيب اجنبي، هنعمل ايه؟ لا ما علي معلول عشان يتم تسجيله بالتاكيد انت هتطلع اعاره لاعب من اتنين ماشي، رضا سليم او بيرسي تاو. تمام. لو عايز رايي انا الاتنين، انا بحب رضا سليم وعلى قناعات شديده جدا ببيرسي تاو، بس هو بيرسي ايه المود مش لطيف جدا عنده. لو هي هقول لك ليه، هقول لحضرتك ليه، لان انا لازم احمي وسام، وكلمه احمي وسام هي فكره ان انا اجيب بديل جيد لما يغيب وسام لاي سبب، او ان انا اعمل روتيشن مع وسام الاقي مهاجم قادر على حوض المسابقات. احنا دلوقتي الاجانب اللي عندنا بيرسي وعلي رضا سليم نعم، اشرف داري أيوة. داري يحيى عطية الله يحيى وعلي معلول عطية الله لا اللي موجودين عندي هم دول صح كده؟ الخامس المفروض يبقى علي معلول ايوه صح كده؟ يلا كمل. انا علي معلول على حساب واحد من الاثنين بيرسي والاهلي حاول انه موضوع الجنسيه وكان يخلص من الليله دي كلها ماشي، بس انا نعم. انا مش شايف اي يعني رد فعل ايجابي او في بدايه الموسم لا لبيرسي تاو ولا رضا سليم، وواضح جدا ان احنا بنعتمد بشكل واضح على طاهر محمد طاهر وحسين الشحات نعم. لما يكون عندي لاعب زي علي معلول، الناس اللي عايزه تشوف علي معلول في الجناح وانا بشوف ان هو يلعب وينج رايت مش وينج ليفت قدام يحيى الله، يلعب وينج رايت. ده مين علي معلول؟ علي معلول صعب قوي يا اسامه. لا ده انا هديك مثال لجول واضح جدا في مباراه الترجي واجاييه
وصناعه التهديف لاجاي جول في مباراه، لكن ما هو رجله الشمال هتكون اللي جوه الملعب. بس علي طول عمره انت عارف انا ايه، طول عمري واخد على الحته دي. على فكره في الصفاقسي كان بيلعب وينج رايت، ما كانش بيلعب وينج ليفت، كان بيلعب وينج رايت. الكابتن ولعب قدامنا في السوبر وينج رايت وفي مباراه الترجي اللي نهائي اللي قدرنا نسجل. ما هو انت خلاص انت كده كده هتغير. اصل انا شايف ان علي لاعب خط، لو لعب ليفت هيبقى لاعب خط. انا بالنسبه لي هو يحيى تطول الله يبقى العب بيه باك ليفت، لكن لو هلعب بيه وينج انا قناعتي ان هو يلعب وينج رايت، تبقى رجليه الشمال لجوه ونبدا نستغل علي معلول وعنده. هي فكره غريبه شويه. العكس لا ممكن فكره غريبه لكنه تدرس. لان الافضل ان هو يكون وينج رايت. بس بشوف ان علي معلول اللي احنا نعرفه عن علي معلول اللي 8 سنين للنادي الاهلي، لو جيت اطلقت على الجيل ده جيل مين هتقول الشناوي علي معلول. انا قناعاتي انا منحاز جدا لعلي معلول والشناوي، هتقول ده جيل الشناوي علي معلول زي ما بتقول جيل او بتريكا وبركات. لا هتحط علي معلول في المعادله. فلو جيت قارنت من وجهه نظري بين مستوى بيرسي تاو ورضا سليم وعلي معلول المتوقع بعد الاصابه، طبعا نتمنى ان هو يرجع لجزء كبير جدا من مستواه. لا انا افضل علي معلول على حساب لاعب من الاثنين مع التعاقد مع مهاجم ضروري جدا في يناير عشان يكون مع وسام فالي. قبل ما اروح لفاصل وافتح ملف المنتخب، بقى عندي اثنين حراس مرمى منتخب مصر. طبعا شناوي باسمه وتاريخه وما يقدم. ونبارك لك لمصطفى النهارده اول مباراه دوليه. الله يبارك. انا كانت الفرحه مش سايعاني النهارده عشان اكون امين يعني وواضح يعني، لان هو كمان كان نفسه في دي من زمان. لكن بقى عندي بالفعل اثنين حراس مرمى منتخب مصر، واحد طبعا بقيمته وقامته وتاريخه، واحد باصراره وبعناده و هل شايف انه دي ميزه ولا زي ما البعض بيحاول لنا من خلال السوشيال ميديا اللي فيها كتير جدا كويس واللي فيه بعضها للاسف الشديد مش جيد انه بيصدر لنا مشكله؟ مشكله الاهلي ولا مشكله مشكله بقى، وانه ده يقعد وده يلعب وده يمشي وده يكمل وده ما يكملش. تجاوزنا. انا عندي مشكله تانية خالص. طبعا. ايه هي مشكله؟ ردود افعال الجماهير الاخرى في مشاركه شوبير. انما فيما يخص النادي الاهلي، انا شايف ان الجمهور وصل لحاله من القناعه ان هو عنده اثنين حراس، جزء من مسؤوليته كجمهور انه يحافظ عليهم. ما هو انت كجمهور احيانا بيبقى عليك مسؤوليه، هو بيعز الاثنين طبعا. وده جميل جدا. وعلى فكره مسؤوليه على الاثنين ايضا ان هم يحافظوا عند درجه ارتباطهم بالجمهور ودرجه حمايه الجمهور ليهم. لان انا بشوف ان جمهور الاهلي تحول من جمهور ضاغط ان هو البعض عايز شوبير يلعب، البعض عايز الشناوي يلعب، لجمهور مؤيد. برافو. وساعد في ده ان شوبير في الوقت اللي خده كان مميز جدا، وساعد في ده اكتر ان كمان الشناوي لما خد، خصوصا بعد مباراه السوبر المحلي وانقاذه ركله الجزاء. طبعا السوبر المحلي. بدا ياخد انه استعاد بسرعه طبعا. السوبر الافريقي قدر ياخد الناس لحته ان لا احنا الشناوي احنا عندنا اثنين قيمه لازم نحافظ عليهم. اما خارج النادي الاهلي وخارج اسوار قلعه النادي الاهلي بكل مكوناتها من جمهور واداره واعلام، انا شايف ان في مشكله. كان في رد فعل غير طبيعي وغير منطقي وغير مبرر بالنسبه لي النهارده. ان الناس بترى ان ربما حراس لديهم افضليه على شوبير يلعب بمنطق ان اصل هو الحارس الاحتياطي للشناوي. انا مش شايف الامور بتمشي كده خالص في المنتخبات. فاكر كابتن عماد منعب كان بيبقى عنده مشكله في وقت من الاوقات، كان بيجي كابتن حسن شحاته يجهزه. مزبوط. كابتن ابراهيم سعيد كان بيتجاب من البيت. غيره كتير جدا. موضوع المنتخبات يا جماعه الموضوع مختلف تماما، وانا بشوف انه ربما يقال ده على مصطفى شوبير في وقت تاني. انما من قمه الظلم وقمه الاخحاف ان انت تقول على ده، على حارس في لحظه هو مرشح لافضل حارس داخل القاره مع اونانا ومع حراس كبار جدا وبقيمه سوقيه كبيره، ومرشح لافضل لاعب داخل القاره، فقمه الاجحاف ان انت تيجي تقول عليه في الوقت ده كده. يعني انا شايف ده بيتبع الميول، بل بالعكس انا شايف طبعا حضرتك كويس جدا انك نفيت، ولكن هو يحسب لاي حارس اصلا ويضيف لي ان هو قاعد احتياطي مش لحارس صغير، ده قاعد احتياطي لحارس مرشح لافضل حارس في افريقيا ومرشح لافضل لاعب داخل. بالمناسبه انا عايز اوريكم يا جماعه التسخين فيديو لانه مهم عشان بس يبقى كلامي منطبق على الصوره كمان وفارس بيتكلم. وطبعا يا كابتن، فانا بشوف ان شيء غير سوي، وانا بشوف ان دي نغمه وشفتها من البعض وشفتها من صفحات وشفتها من ناس كتير جدا، بعضهم مفترض ان هم صحفيين وبعضهم مفترض ان هم يكونوا عندهم عقلانيه في كلامهم. انا بشوف ان انت تيجي دلوقتي ترى ان لعب يا جماعه ادي المهدي وادي مصطفى، وانا عايز اقول حاجه، الكلام ده مع كابتن حسام مش هيحصل. يعني الكلام ده مع كابتن حسام مش هيحصل. لا هم محترمين طبعا. انا عجبني اسامه لانه لما اسامه كتب وقابلته قلت له فراح مصحح على طول، وده شيء
يحصل مفيش مرض يا كابتن، محدش عنده مرض، وده العكس. عشان كده انا بقول لحضرتك مفيش ميول او حد بيقول حاجه نتيجه غرض، انما ان البعض يقلل من مصطفى شوبير في لحظه، يا اخي ده انت شايفه مترشح لجائزتين زي دول، ده حتى لو انت كنت عايز تلعب في الحته دي في وقت من الاوقات هتحس ان هي مش مناسبه. لان انا بشوف زي ما قلت ان كون يكون عندنا حارس خد في الظروف دي مباريات، حقق اللي حققه، وبيترشح على جائزتين فرديتين منهم افضل حارس وافضل لاعب، ده كان يستحق نقول ان على الاقل مشاركته النهارده كان يبقى جزء من تتويج مجهوداته اللي يستحقها. قبل ما تطلع فاصل مهم جدا، نقطه زي دي الغريبه كابتن، وانا بكلمك عن مقارنه طاهر بزيزو، وازاي بيقارنوا طاهر ازاي دلوقتي يكون افضل من زيزو، نفس الاعلاميين حتى خارج نطاق كره القدم، هم نفس الاعلاميين حاليا اللي بيستندوا لتاريخ عواد كحارس مرمى سبق مصطفى شوبير في حراسه مرمى منتخب مصر، وعايزين عواد ويدوا له الاحقيه ان هو يشارك على حساب مصطفى شوبير. ملاحظ التناقض، يعني مصطفى شوبير يقول لك عواد اللي بيلعب دلوقتي في نادي الزمالك برغم ان مصطفى لعب في السوبر المصري. فيلعب عواد. طب بالنسبه لطاهر لما نقول افضل من زيزو، لا اصل تاريخ زيزو افضل من تاريخ، انتوا عايزين تمشوها تاريخ ولا عايزين تمشوها الحاله؟ انا بشوف ان مصطفى شوبير مش بارائنا ولا باراء حضرتك، باراء كابتن سعفان الصغير، وانا بثق جدا في كابتن سعفان الصغير بوجهه نظر كابتن حسام حسن، باراء الكاف يا جماعه، الكاف كابتن مصطفى شوبير، وانا مصر ان انا ادي له كلمه الكابتنه دي، لان بالفعل في بدايته مع اللاعب الرسمي يتحدى من افضل خمس حراس في القاره بمحترفينها في اوروبا، لا ده لازم يكون يلقى دعم اكتر من كده، مش يتقال ظلم ان هو ما يلعبش. الحقيقه جماهير الاهلي ما قصرت ابدا، هتافهم دايما لا في دعم ولا في دعم غيره من اللاعبين. عندنا بقى ملفات كتيره، اخفاقات المنتخبات الوطنيه، نجاح قائمه ابو ريده بالتزكيه، وبالتاكيد منتخبنا الوطني، ولازم هنروح على الاختيارات في الكاف، وعندنا حسين الشحات، وعندنا مصطفى شوبير من ابناء النادي الاهلي، وعندنا زيزو من نادي الزمالك، وايضا في حراسه المرمى عندنا حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها مع اسامه وفارس، لكن بعد الفاصل. اخفاقات المنتخبات الوطنية والنتائج الغير مرضية على الإطلاق، وانتم ما شاء الله مرتبين كله. أنا مش عايز أشتغل جلاد، أنا عايز أشتغل بطرح حلول. خسرنا ليه؟ إيه اللي في الإمكان؟ لأن احنا كنا أبطال إفريقيا في المراحل السنية، دلوقتي لا نتأهل، وده في المستقبل يا أسامة ممكن ينعكس على المنتخب الاول. طبعا يبقى طبيعي، زي غانا كده دلوقتي عندها مصيبه، عندها كارثه. تونس نفسها اللي تاهلت بفوز كان على مدغشقر، وما بيلعبوا 10 غير مقنعين، وخسروا على الارض من جامبيا، وبتخسر في ملعبها من جزر القمر، وبيستقيل فوز البنزرتي، وبترحل او بتمشي المدرب اللي قبله. مستقبل الكره في خطر، عندنا اتحاد جديد، اربط الاثنين ببعض بقى عشان تدخلوا مع بعض في الحوار. عندنا اتحاد جديد، عندنا اخفاقات رهيبه جدا، وعندنا اتحاد جديد قادم. الاخفاقات كيف نتلافاها والحلول ازاي؟ عشان تتلافى الاخفاقات ان انت ما تقدمش نفس المعطيات. ايه المعطيات اللي كانت بتقدم من خلال الاتحادات الماضيه؟ كان واضح جدا في تصريحات اعضاء الاتحاد السابقين ان الامور كانت بتتم بالمجاملات وبالمعارف وبالاصدقاء دون الاستناد الى اي خبرات او شهادات في التعيينات داخل المنتخبات الوطنية. منتخب الشباب، أنا هجيب لك حد من بلدي، لاعب قديم معتزل كرة قدم، ما عنديش أي خبرات في التدريب، فخليه يمسك منتخب شباب. طب أنت كعضو جبت الكلام ده، العضو التاني هيجيب لاعب تاني زميله صاحبه من بلده عايز يخدم على دايرته، أيا كان الحوار هيتم التعيين. طب عشان أتلافى ده، لازم يكون هناك اهتمام بمنتخبات الناشئين، والأهم من الاهتمام بمنتخبات الناشئين الاهتمام بالمدرب المصري. الاهتمام بالمدرب المصري بان انا لازم اخليه مدرب مثقف، يقدر ازاي يتعامل مع قطاعات الشباب، يقدر ازاي يتعامل مع شباب في سن المراهقه، يقدر ازاي يكون عنده قدره على اكتشاف موهبه مبكرا، ده كله بايه؟ بدراسات، بشهادات، ده لازم يوفره له الاتحاد لما يلاقي ان في البعض عنده القدره ان هو يقدر يشتغل في المراحل السنيه دي، لان عندنا مشكله ان اللاعب السابق بيكون بلا اي خبرات وتيجي تشغله مع مرحله سنيه هو مش قادر يتعامل معاه. لا ده انا بالعكس، النادي الاهلي في وقت من الاوقات كان بيجيب كرويف، بيهتم جدا بمدير فني كروفر، يهتم جدا بمدير فني لمدرسه الكوره ولقطاع الناشئين،
بس احنا بنستسهلها كروفر يعني. تمام. عشان تلاقي بدر الراجل بعت لي اللي اسمه كورفر. كورفر يا عم بدر. تمام. ويهتم بقطاع الناشئين، ده مهم جدا ان انت تهتم بقطاع الناشئين، لازم يكون عندك دراسه كافيه وازاي متابعه للتسنين في المنتخبات، لازم يكون عندك احتكاكات ومدارس احتكاكات ومباريات وديه، لازم يكون في تسهيل عمليه الاحتراف في الخارج دي، لانها نقطه مهمه جدا، لان احنا في بعض الاوقات بنيجي نستسهل وبنقول عايزين نعمل تجربه المغرب. طب ما احنا لو رحنا شفنا تجربه المغرب هنلاقي اصلا عدد اللي بيلعبوا في الدوري المحلي مع المنتخب الاول او حتى منتخب الاولمبي مش هو باب مفتوح يا باشا. بالظبط. باب مفتوح على مصراعيه لا باشا. طلع لي لعيبه محترفين يقدر يكون في احتكاك، مش هلاقي ابراهيم عادل يكون موجود في النادي وحرص شديد جدا على عدم التفريط في ابراهيم عادل انه يلعب في الدوري الاسباني في توقيت زي ده. طب ما انا هستغل امكانيات لاعب زي ده امتى؟ النادي الاهلي، عشان البعض يقول لك هو النادي الاهلي بيعمل ده، لا، النادي الاهلي عمل ده مع رمضان صبحي وهو كان فكت كره القدم المصريه وطلعه على الدوري الانجليزي مع رامي ربيعه، لسه مؤخرا مع محمد منعم بيلعب في التوب 5 محمد عبد المنعم، وكان اهم لعيب في دفاع الاهلي وبنعاني حاليا. فبالتالي مهم جدا يكون في توجه على كل المستويات. هل اتحاد الكره القادم قادر على فعل ذلك؟ انا اتمنى ذلك. لا انا متاكد من ذلك. لا. طب خلينا نروح لفارس. عندنا قائمه نجحت بالتزكيه صلاه على النبي كده، و100 فل 14 ولا انتخابات ولا وجع. وعلى فكره الاتحاد الدولي بينجح بالتزكيه، الاتحاد الافريقي نجح بالتزكيه، عمو متسبي نجح بالتزكيه، بقى في ثقه. هو نفسه المهندس انا ابو ريده طلع قال لك دي ثقه من الناس وانا سعيد جدا بيها. نستفيد بقى، نستغل الثقه دي ازاي؟ طبعا عشان نقدر بقى نعمل حاجه. وللامانه الشديده هنا بريده متميز في موضوع منتخبات الشباب، يعني هو من زمان وقت ما كان معاك كابتن شوقي غريب يعني اشتغلنا مع بعض في الدوره الاولى، كانت من افضل ما يكون. ازاي بقى النجاح اللي بالتزكيه ده وثقه الناس دي انت تترجمها على ارض الواقع؟ اترجمها على ارض الواقع ببعض الامور يمكن. اولا انا عايز ان احنا نروح لاهل الكفاءه وليس اهل الثقه. يمكن يؤخذ على عشان انت بتقول كلام زي الفل. يبقى اول حاجه اهل الكفاءه وليس اهل الثقه. ماشي. يؤخذ على المهندس هاني ابو ريده صراحه اهو. حلو قوي ان هو لديه بعض اهل الثقه اللي دايما يزكيهم على اهل الكفاءه. تمام. وربما لو كانت حساباته في اوقات كتيره جدا اتغيرت كان حقق نتائج كويسه. ليه؟ حضرتك في التجربه دي المره دي ما عندكش رفاهيه انك تفشل برضو. ليه؟ هو انت مش خدت الحلو بتاع الموضوع ان انت نجحت بالتزكيه ومعاك قائمتك بالكامل؟ اديني انا بقى الحلو بتاع ده. ايه الحلو بتاع ده؟ انا مش عايز خلافات على الترابيزه. انا مش عايز خلافات على الترابيزه. عايز توزيع ادوار. ويعني ايه توزيع أدوار؟ الادوار طبعا. ماشي. ومش شرط كلنا نعمل كل حاجه. ماشي. وانا يمكن من تاريخ النادي الاهلي اداريا اتعلمت دي، مش شرط كلنا نعمل كل حاجه. مش ده الصح. مش احسن ترابيزه هي اللي كل الناس بتشترك فيها في الحاجه الواحده. مش ده على فكره، مش ده الصح. النادي الاهلي هل اعضاء مجلس ادارته كلهم ما لهمش ادوار بارزه في فيما يخص تطوير وتنسيق وفيما يخص امور رعايه وفيما يخص التسويق وفيما يخص الملف الدولي وفيما يخص الاعضاء ورئاسه البعثات وفيما يخص رئاسه البعثات فيما يخص انشطه العاب الصالات؟ شفنا طبعا. ولكن كره القدم مثلا على سبيل المثال هي في تخصص، في لجنة كرة يرأسها كابتن محمود الخطيب. أنا مش عايز أسمع النهاردة في اتحاد الكرة كل يوم عضو مجلس إدارة طالع يقول لي فكرة ولا يقول لي رأي ولا يقول لي تعقيب. على فكرة بالمناسبة في بعض من أفراد القائمة بدأوا يعملوا تصريحات، وأنا على طول رحت طالع قلت لهم أنت ما بقتش عضو اتحاد كرة. أنا اتخضيت. أنت ما بقتش عضو مجلس إدارة لسه، أصبر بقى شوية لحد ما تقعد على الترابيزة وبعد كده تبقى تتحط الأضواء. لا ده إحنا لسه بنقول الروشيتة. ايوه صح، يعني احنا ما لحقناش. نعم. ففكره ان كل واحد، وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الكرسي مغري في اتحاد الكوره والتليفونات والاخبار ودينا واحده حصري. طب قول لنا، طب والنبي مداخله، فانت عندك فكره ان انا عايز اتكلم وعايز اقول وعايز ابدي رايي. ونرجع للي احنا لسه بنتكلم، عضو مجلس اداره في الاتحاد السابق بيتكلم عن ان جاله وصاحبه قال له اصابه لاعب. انا مش عايز اقف عند ده، انا عايز اقف عند دعونا يا جماعه نتجاوز هذه المرحله. يبقى انت نجحت بالتزكيه،
معاك مجموعة عمل مفترض في تفاهم، مفترض ما يكونش في خلافات على الترابيزة، مفترض يكون في توزيع أدوار، في رجال أعمال كتير جدا في القائمة. مع احترامي أنا عايز أشوف مردود ده. هتقول لي يعني إيه أشوف مردود ده؟ لا، أشوف حضرتك في تسويق، أشوف حضرتك في رعاية، أشوف حضرتك في إعلانات، أشوف حضرتك في أفكار استثمارية تطويرية للمنتخب، أشوف ده في شكل منتخب، أشوف في هيكلة إدارية، لأن في ناس عندها خبرات إدارية في شركات وحاجات كتيرة جدا. ما أنا مع احترامي أنت، أنا عايز أخد الأدد فاليو بتاعك. كل واحد داخل أكيد هو في حياته عنده أدد فاليو في المجال اللي بيشتغل فيها وفي الحتة بتاعته. أنت جيت هنا حتة كرة القدم، وأنا صريح أهو، حتة كرة القدم الباشمهندس هنا بوريدة لجنة فنية، اختيارات صح هتنجح. حلو، كلنا هنحط ماشي. ايدينا وكلنا هنلغوص. حضرتك قلت اللفظ اللي انا عايز اقوله، كلنا هنلغوص. باظت، كل سنة وانت طيب. باظت. طب الناس دي يا جماعة جايين ما لهمش دور يعني؟ لا، لهم دور. انا عندي 100 تاسك ممكن اوزعها على الناس دي. صحيح. لو هنعمل كده هروح لحاجة شكلها كويس، مش هنعمل كده يبقى اقول للزمان ارجع. هل سيتغير المهندس انا بريدة؟ لا، ده سؤال تجيب عليه الايام. تجيب عليه الايام. طبعا. اقول لك المكالمه اللي دارت بيني وبينه، وبناء عليها ممكن تقول اجابتك يعني. اللي قاله لي بالظبط كده يعني، وانا قلت له يا باشمهندس بلاش الوجوه القديمه، بلاش الحاجات اللي مع الشاشه جوه الاتحاد، بلاش 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 بلاش. قال لي هتلاقي قرارات مفاجاه بالنسبه للجميع، هتلاقي ثوره اداريه وفنيه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وانا هبدأ جولاتي من الاسبوع المقبل وهعرض برنامج كامل متكامل وانا ملتزم به. افلح ان صدق. حلو، لان ده مهم جدا. انا بالنسبه لي عندي اخر تجربه للمهندس هاني ابو ريده هي تجربه لم يحقق لها النجاح، هي تجربه وانت بتنظم ام افريقيا على ملعبك لاول مره تخرج من دور 16. نعم. امام منتخب جنوب افريقيا، هي تجربه كمان كان بيشوبها بعض التحفظات في السيطره على المنتخب وبعض سلوكيات بعض اللاعبين ودعمهم. صحيح. يعني في تحدي صارخ لجماهير كرة القدم المصرية في وقتها. وبالتالي أنا آخر عهدي بالمهندس هاني أبو ريدة في رئاسته اتحاد كرة القدم لم يكن جيد. كان عندي أمور متعلقة بخلافات، وأمور متعلقة بملابس، وأمور متعلقة برئاسة بعثات خناقات عليها، وحاجات كتيرة جدا. أنا محتاج أشوف منه على أرض الواقع اللي يخليني أغير الصورة السلبية عن إدارة المهندس هاني أبو ريدة لاتحاد كرة القدم المصري. ده مهم. موافق. لكن فكرة أسماء معينة بيتحرك بيها المهندس هاني أبو ريدة في كل مكان وفي كل ولاية ليه، أنا رافض الكلام ده تمام. يعني أنا ممكن أتقبل، وأنا أكون واضح كابتن شوبير، ممكن أتقبل وجود المهندس هاني أبو ريدة كوجه وكوجه قديم، لأن راجل له نجاحات إدارية على المستوى الدولي. أنا محتاج النجاحات الإدارية اللي على المستوى الدولي دي تنتقل إلى المستوى المحلي. نعم. هل المهندس هاني أبو ريدة كان بيستعين ببعض الوجوه المصرية لمساعدته في النجاحات الدولية؟ بالتأكيد لا. لا أنا بالتأكيد. بالتأكيد. طبعا. أسلوب أحمد مجاهد بوضوح شديد. امال ايه المشكله لما انا بقول لك بوضوح شديد؟ إيه اللي مش انت بتسال عايز اجابه؟ بالتاكيد. واهمهم اهم من ساعد وعاون المهندس هاني أبو ريدة هو احمد مجاهد. وبالمناسبه عايز اقول لك ودي لوجه الله، مجاهد شاطر جدا وفاهم جدا وعارف جدا 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 جدا، بس هي قصه كيف يتم توظيفه. كمل. خليني ممكن تسمح لي اختلف مع حضرتك. طبعا. لان انا عندي متلازمه صعبه جدا مع المهندس احمد مجاهد. لان كان في خلافات واضحه مع الكابتن مجدي عبد الغني، اكثر من خلاف لما مسك اللجنه الثلاثيه مع النادي الاهلي في استقدام حكام اجانب، وكان بيطلع بيكسر لوائح برغم ان النادي الاهلي كان قبل 14 يوم بيبعت الشيك ويقول لك ما عنديش حاجه اسمها حكام اجانب لاي مباراه برغم ظلم تحكيم الواقع. فانا ايضا عندي مشكله في اداره المهندس احمد مجاهد الفتره اللي كان فيها لجنه ثلاثيه. وبالتالي انا عندي كلها تخوفات. وبالتالي التخوفات دي تزال ازاي؟ بالكلام، بالمؤتمرات، بالندوات، بفكره ان انا محتاج 25% من اصوات الجمعيه العموميه عشان اقدر انجح واقول ان انا ضامن النجاح فبلف بعمل ندوات. لا، انا عايز على ارض الواقع اشوف لوائح. حسنا فعل الاستاذ طه عزت انه بدا يصدر لوائح بشكل منسق جدا لاداره المسابقات، وده شيء ايجابي جدا لما نيجي نتكلم عن مسابقاتك المحليه، عشان يبقى جنبا الى جنب مع الاهتمام بالمنتخبات، سواء منتخبات الشباب او الناشئين، ومن ثم المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. ده مهم ان انا بقى اشوفه، ان انا يكون عندي لجان محترفه. يعني ايه لجان محترفه؟ يعني انا لو هعمل لجنه فنيه يبقى لازم الاختيار يكون
اختيار صحيح سليم لاهل الكفاءات لاهل الخبرات لاهل الشهادات. لو انا عايز اعمل لجنه تدير المسابقات يبقى ليس هناك اي تدخل من اي عضو في اتحاد كره القدم او يكون له سلطه او وصايه على هذه اللجنه. لجنه لشؤون اللاعبين نفس الامر يكون اشرافي ولكن سلطه وتدخل في الامور دي لا. ويكون زي ما تم الاعلان عن لائحه المسابقات على موقع الرابطه يكون عندي كل الامور دي معلنه ويكون في شفافيه. ده لو حصل يبقى احنا بنقول ان في شكل اداري مختلف عما جميل. مضى طيب. وبالتالي هناك بوادر امل. طيب بفكركم بالهاشتاج فارس واسامه مع حارس الاهلي عشان تبعتوا لنا واسئلتكم كلها النهارده. عايزين ناخد عدد كبير جدا من الاسئله. خليني اطلع من عايز تضيف حاجه ولا خلصت بالنسبه للاتحاد؟ لا بالنسبه للاتحاد خلصنا. نخرج من الاتحاد ونروح على اللوائح لانه ولو انها تاخد وقت طويل جدا لان عايز اتكلم عن منتخب مصر كمان عندنا ظاهره جديده موجوده في المنتخب الوطني. تحب تتكلم في اللوائح دلوقتي ولا نروح لفصل ونكمل السهره تحلى؟ لحضرتك عايزه لو عايز نخلص قصه اللوائح سريعا يلا بينا ناخد اللوائح لانه كمان اسامه اتكلم عندنا النادي الاهلي وعندنا الكاف وعندنا حاجات كثيره جدا. كنت بتقول الحلقه هتبقى سريعه؟ الحلقه معاكم عمرها ما بتبقى سريعه، الحلقه تبقى هاديه، الحلقه عمرها ما تبقى هاديه. فخلينا ناخد اللوائح لانه اسامه اشاد بطاعة عزت وانا بشيد معاك بطاعة عزت، شخصيه محترمه جدا وشاطره جدا بس اندهشت الحقيقه من قصه انه افضل لاعب في المباراه. انا مش فاهمها يعني لسه دي صعبه لان انا اكتر واحد اقدر الاستوديوهات التحليليه في تاريخ مصر يعني. وانا بيبقى على يميني ضيف وعلى شمالي ضيف ولهم كل الاحترام وكل الحب وكل التقدير بس فيها هوا. لا لا ولهم كل الميول. ما انا بقول فيها هوا الاحترام والتقدير والميول. عشان كده بقول لك فيها هوا طبعا يعني فيها هوا دي يا كابتن لابد من اسنادها لشركه احصائيات هي طبعًا. اللي تكون مختصه تابعه للاتحاد ومش عيب ان الاتحاد يتعاقد مع شركه احصائيات وعندها احصائيات يا احمد يعني شويه بتبقى انا بس عشان ما يزعلوش مني لا لا مش يعني كام باص وكان لا 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 ما اقصدش لا يكون تحليل لا تحليل يعني فني تحليل فني كمان احنا بنتكلم في مفترض ان في لجنه فنيه للاتحاد. لجنه فنيه لاتحاد الكوره ما فيش اي مانع ان هي من يكون من مهامها ان هي تقيم ده مع ان انا برضو قبل كده اتكلمت ايضا في الطرح ده فانا معاه ان يكون في داتا واضحه انت بتختار بنائها وبتقيم من خلالها. طيب ارجوك يا كابتن طه وانا اعزه جدا يعني انسى موضوع الاستوديو التحليلي ده عشان خاطري يعني مفيش ما يمنع ابدا من اتنين يكونوا موجودين او شركه للتعاقد بس مش عدد الباصات والحاجات دي لان انا شفتها قبل كده وجينا بنختار فلقيته جايب لعيبه يعني ما عملوش حاجه لا زي يكون لاعب مؤثر في الملعب حاطط كرايتيريا معينه وهي ايه معايير واضحه وصريحه سي هنختار من بدايه الموسم لجنه فنيه مش هي كمان شرط تكون بتاعت الاتحاد لجنه فنيه للاختيار الحق دلوقتي على طول دلوقتي الحق دلوقتي من عدد افراد يكونوا موجودين ويكون لهم الراي ده مع ان يكون طبعا لازم يؤخذ بالاحصائيات لان الارقام انا ماشي بس الاثنين مع بعض لازم الاثنين مع بعض لكن الارقام فقط لا غير لا والعنصر طيب. البشري فقط لا طيب. ولكن في نقطه وهي انا برضو عايز نحسمها نهائي حوار دار ما بين المهندس هنا بوريدة والاستاذ جمال علام عن عقوبات معلقه من الموسم اللي فات فين ده يطلع فين ده يتعمل طب نخلص طب نطلع متأكد ان الحوار ده دار انا بقول لحضرتك ده لو حصل طب حله ايه بقى دار ما دارش انا ليه حل دلوقتي يا جماعه في قنبله احنا عاملين زي كل واحد بيرميها على التاني مظبوط ده انت الاول انت الاول انا ربما اعتقد ان قد يكون في تفكير عند المهندس هنا بوريدة ولجنه المسابقات الموجوده استاذ طه عزك وغيره من الاشخاص فكرة احنا بادئين موسم مش عايزين احنا بأثر راجعي للحاجات القديمة نشيل شيء لا 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 ده تخوف ده تبقى مصيبة انت جاي انت حضرتك جاي تحلل ولا تهزر؟ ده تبقى مصيبة لا 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 اتمنى حضرتك طمني انا عايز اطمن يا فندم يا فندم حضرتك جاي تحلل ولا جاي تهزر؟ لا انا جاي احلل بس افتراضي ان انا ضامن ده انا مش ضامن لو حضرتك ده اول اختبار حقيقي للمهندس اختبار ايه انت هتهزر ولا ايه؟ لو هتهزر ما هو لو صلي على حضرة النبي انا النهارده راجل عملت جنايه او عملت حاجه ورحت المحكمه صحيح كويس فجات المحكمه حد ردها
او لا قدر الله الـ الـ القاضي اتنقل ماشي، فلما يجي قاضي جديد يقول له لا طب بحبك 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 كتير، او يقول له سامحتك 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 كتير، ما تدخلنيش بقى في الغنى والبتاع ايه، مش هنعرف نكمل مع بعض. عشان كده مش اسمها كده. لا استنى فضل. صوتي اول مره يعلى النهارده. لا هنهزر. ما انا عايز اطمن من حضرتك. طمن من ايه من ردك القاطع ده؟ انا عايز اطمن ردك. لان انا مش مطمن. انت يعني هيبدا الاتحاد بالعفو والله؟ طب اشمعنى وقفت لي كهرباء؟ طب ما هو ده اللي احنا الله هنهزر ولا ايه ده؟ ده اللي احنا لا لا تستنى يا باشا ما خرجش فيها. سخنتوني ليه انا طول الوقت هادي معاكم؟ عايزين نرجع نقول كابتن شوبير لما قال لنا كده كان صح. طبعا برضه حضرتك متاكد؟ والله العظيم مليون في المية طبعا عقوبات وهتعلن. هي اساسا انها لم تعلن في عهد الاتحاد الحالي حتى اخر يوم، دي امر صعب جدا. يا باشا ازيدك من الشعر بيت؟ اتفضل. هناك لجنة جديدة للانضباط. ده خبر ماشي. هناك لجنة جديدة للانضباط. مش هم زهقوا يعني بتوع الانضباط زهقوا مش عارفين يشتغلوا الا بقى اذا قعدوا واتكلموا وخدوا كل صلاحياتهم، يبقى معاهم حد بتاع ادارة رياضية. كل مرة بقول هذا الكلام بدأ من ده اهو، بيبقى معاهم حد بتاع ادارة رياضية عشان القصة وترك وتفضل واعلن القرارات. بس انا اللي انا عارفه هم الناس نفسهم زهقوا، بتوع لجنه الانضباط نفسهم زهقوا. لكنه اهو امام الجميع بالزم نفسي امامكم انه لابد وحتما واذ مش عارف ايه ان هناك طبعا ان هناك عقوبات ستصدر في كل من اخطا. اتاخرت بقى شويه مش عارف اتدلعت شويه هتطلع. خلينا يا عم نروح لفاصل، انتوا سخنتوني وخلتنا نروح لفاصل ونرجع تاني. طبعا معايا اتنين عفاريت سوشيال ويعني الحاجات دي هم بالنسبه لهم ما شاء الله يعني يعني صباح الفل تلاقيه جايب لك 34,000 خبر يعني. فهم نبهوني وفريق الاعداد وانا كمان رحت داخل على طول، لانه كولر عامل حوار حلو قوي مركز الاعلام بالنادي الاهلي على صفحه الفيسبوك الرسميه. فانا بنصحكم تدخلوا تتفرجوا على الحوار ده، الراجل بيتكلم بعشق وهيام وواقعيه شديده. فجبنا لكم كده جزء كده صغير منه عشان نشوقكم تتفرجوا على حوار كولر على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على الفيسبوك اللي عملوه المركز الاعلامي. Viele waren auch im ersten Spiel gegen allein sehr motiviert. Die Zuschauer, unsere Fans waren motiviert. Kairo Stadion war wieder hervorragend besetzt, haben uns unterstützt. Und dementsprechend ist das natürlich eine große Motivation. Wir wissen noch nicht, gegen wen wir spielen im Halbfinale. Aber ja, ob jetzt das eine brasilianische Mannschaft ist, Atlético Mineiro oder Botafogo, oder dann Pachuca aus Mexiko. Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Ich habe schon Botafogo gegen River Plate. Halbfinale war das, Champions League. Habe ich schon geschaut. Und ja, Top-Mannschaften, gute Spieler. Aber natürlich auch eine Motivation. Soll eine Motivation für ganz Afrika sein, auch gegen solche Teams spielen zu können. Für uns dementsprechend wollen wir natürlich alles geben und ja, hoffen, dass wir dann ins Finale gegen Real Madrid kommen können. Ja, also ich mache das über meinen Berater, über Tino Lamberti. Und es ist halt natürlich auch persönlicher, wenn das natürlich in der Muttersprache wiedergegeben wird. Und ja, von daher passt das gut und ja, die Fans verstehen es auch besser und müssen nicht überall nachfragen und googeln, sondern sie können es gleich direkt aufnehmen.
Ja, es ist natürlich eine Ehre für mich und eben, es zeigt aber auch, was wir ein bisschen geleistet haben jetzt in den zwei Jahren. Und dementsprechend ja, mag ich, mag die Leute auch, die Fans. Und es ist besser, wenn man gewinnt, als wenn man verliert. Und dementsprechend ja, unterstützen uns natürlich die Fans und geben den Support. Und das ist sehr wichtig für uns. Und ich liebe es, wenn ich in ein Stadion komme, wo Zuschauer drin sind, wo es laut ist, wo dann natürlich eben alle noch speziell für uns rufen. Das ist für die Spieler auch Motivation. Und ja, wir hoffen, dass wir das noch öfters erleben dürfen. Ja, also ich habe mich gewundert, weil ich bin jetzt auch noch nicht so lange hier. Und zwei Jahre, gut, wir waren, glaube ich, relativ erfolgreich, aber ja, mein Herz hat gepoltert. Ja, und ja, ich konnte mich noch nicht bedanken für das und möchte das hier eigentlich tun und unseren Fans herzlich Danke sagen, dass sie da so eine Choreografie mit mir da als, als Cheftrainer gemacht haben. من الحاجات اللي بتعجبني قوي في مارسيل كولر هو علاقته بالجمهور ودائما وابدا اشادته بالجمهور وبيقولها من قلبه يعني ما بيقولهاش كده من ورا قلبه وبيكون سعيد جدا جدا بيها وخف الدم وهو بيلف على الجمهور وتحيته وطريقته هو عنده حاله عشق وعنده حاله هيام باللي بيحصل من جماهير الاهلي معاه يا رب تدوم هذه الحاله وتدوم البطولات والانتصارات ابقوا اتفرجوا على هذا الحوار لانه حوار جميل وحوار ممتع لمارسيل كولر وقفنا عند ايه بقى قبل ما نروح انت مش هتروح هنا اللوائح ولا هروح للنادي الاهلي ولا حاجه عندك لوائح يلا سخنتوني شويه احنا لوائح كنا اتكلمنا فيها انت حضرتك اللي بنتكلم ان احنا عندنا دلوقتي لوائح واضحه وصريحه فيما يخص لجنه المسابقات وعقوبات واضحه وصريحه. طيب احنا نتمنى ان ما اعلن وطبعا الناس حطت كل حاجه على الموقع الخاص بالرابطه وده عجبك عايز يعرف جدا كويس جدا انت اديني سيستم تلاقيه حلو فانت اشتغلت بشكل محترف حق الناس كلها تعرف حق الناس تعرف تسالك بس اهم حاجه هو تطبيق بقى ده يعني انا خلاص عندي الجايد لاين عندي الحاجه المرجعيه اللي انا همشي عليها المهم بقى هو تطبيق ده مهم جدا ان في حاجات اختلفت في اللوائح وفي العقوبات انا عجبني فكره تفسير كل اعتقد حاجة. احنا ملخصين يا جماعه جزء من ده صح انا عجبني جدا يا كابتن شوبير فلسفه ان كل حاجه واضحه نعم الفكرة اللي هي عامة أو الحاجات المعممة أنت بدأت تقلل منها أنا بشكرك يا فارس لأن أنت بعتنا الحاجات دي فزملائنا الحقيقة في فريق العمل كله اشتغل عليها على طول إحنا لو هندي مثال مثلا بالتلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو مساعديه أو أي من مسؤولي المباراة أو القيام بحركات غير مهذبة أو إشارات فاضحة ورش المياه تجاه الحكم ومساعده وايا من مسؤول المباراه هو ايه الجميل هنا الجميل هنا ان انا عمال اقول ايه الوقائع اللي تندرج تحت البند ده هو مش عايز يسيب حاجه مش سلوك رياضي غير مشين طب هل ده مشين ولا هل ده مش لا مشين لا ده انا حددت ده كل حاجه البصق على احد الحكام او مسؤول المباراه محاوله الاعتداء على الحكم او احد مساعديه او ايا من مسؤول المباراه اعتداء على الحكم بالدفع او الجذب حضرتك دي مش نفس العقوبه عقوبات مختلفه تماما ولو الحكم الاعتداء على الحكم المباراه اذا تسبب باصابات ده شوف حضرتك هنا التدرج بفكره الاعتداء شكله ايه؟ هل هو دفع؟ هل هو سب؟ هل هو بدا يتحول لمرحله الايذاء او تسبيب اصابات او التسبب في اصابات؟ كل ده بدا يبقى واضح. بس انا عايز اقف عند النقطه رقم ثلاثه يا كابتن وهي محاوله الاعتداء على الحكم او احد مساعديه، انا خايف هنا يحصل لبس، هي دي النقطه الوحيده اللي انا ممكن اتحفظ عليها.
يعني ايه محاوله الاعتداء؟ هل يعني جريت في اتجاه الحكم؟ دي اسمها محاوله الاعتداء. هيفرق ايه محاوله الاعتداء عن الاعتراض؟ انت كده لا، الجري انا بجري في اتجاه الحكم، أنا يعني انا جاي ناحيتك عشان اضربك، فراح فارس راح مانعني، هو ده محاوله الاعتداء. لكن لو انا واقف من مكاني ده اعتراض التشويح بالايد، لا واضحه. اتمنى ده، لا اتمنى اصلا ولا انا غلطان، لا واضحه بصراحه. احنا بنتكلم في بدايه الموسم، هنيجي وهنقف عند لقطات زي دي. ما انا بترجم، هنقف عند لقطات زي دي، لان هنا ممكن يجي لاعب مثلا، انا خبير ترجمه في الحاجات دي، ما هو حضرتك حاجه اصلا. ممكن يجي لاعب انا جاي مثلا بجري، فلاعب زميلي يمسكني، قمت لابس ثلاث ماتشات، وانا اصلا ما كانش في نيتي ان انا احاول اعتدي على الحكم. اتمنى ده على بعض يعني، بيبان راح في اتجاه الحكم وانا بجري في اتجاه الحكم. انا في رايي اي محاوله جري اتجاه الحكم كل سنه وانت طيب، وبتبان بقى. ممكن انا راح بقى بجري عشان اقول له يا كابتن فاول، انذار بتاعه واضحه. اتمنى لكن رايح وانا تداخل ما بينه وبين الاعتراض. انا بقى بنتكلم من ماشي ماشي كويس. احنا يا كابتن شوبير حبينا بس نستعرض مع حضرتك فكره ان احنا مع ده، احنا مع ده عشان يكون في عقوبات واضحه، يكون في مرجعيه لينا كمتلقي او كمشاهد او كادارات انديه او كاعلام تقدر تحاسب. ده خطوه جديده، انا بشوف ان دي نقله، وانا شايف ان برضو العقوبات الماليه في رايي انا الشخصي هي عقوبات قليله، لان انا بتعامل ما بين، شفت في افريقيا ازاي تم اتخاذ قرارات فيها عقوبات، سواء نادي الزمالك او انديه اخرى، ازاي العقوبات الماليه مغلظه او العقوبات على اللاعبين برضو اسامه مغلظه. انا بشوف مع العقود الكبيره للاعبين مقارنه بالسنوات الماضيه، فكره بقى عقوبه 20,000 جنيه و 50,000 جنيه، عقوبة انا بتوجع. مش شايفها ان هي اكتر عقوبه بتوجع. ايه اللي ما يلعبش سيبك بقى من ال 20 وال 50 وال 30، المنع من اللعب دي لا، واننا نوصل لسنه ميلاديه ممكن اقرا 12 طبعا مهمه 15 وفي سنه ميلاديه وفي سنه ميلاديه والجميل مفرق ما بين الجهاز الفني والاداري واللاعبين. ده انا عايز اقول لكم يا جماعه معلومه خطيره جدا، زمان العقوبات كانت تضرب في 10، يعني اللي كان يشاور بايده اشاره كان بيتوقف سنه. سمير كمونه خد سنه، طبعا ابراهيم حسن خد 6 شهور في حاجه خارج مصر. بالمناسبه سمير كمونه ما جاتش في البث المباشر، ولا احنا شفناها في مباراه الاهلي والمحله كاس مصر، وخد العقوبه سنه، احنا ما شفناهاش. على واحد كتب في تقرير خلاص لانه ودي مسؤوليه بقى كابتن مهمه جدا على مراقب المباراه، لان مهم جدا ان يكون مراقب المباراه يتحلى بالامانه والنزاهه والشفافيه ويكون مركز. ونتمنى اننا ننزل باعمار مراقبين المباراه عشان يقدر يجاري يقدر يعني يجاري ما يحدث. طيب من سرعه في نكمل بعضا من اللوائح، اتفضل يا استاذ. عندنا عدم تنفيذ تعليمات الحكم او التذمر والاعتراض، دي بقى عقوبات يا كابتن، وده اللي انا بقول الميزه اللي فيها ان هو مقسم الجهاز الفني والطبي والاداري، فكل البنود او البند رقم 7 بكل النقاط بتاعته مخصصه للجهاز الفني والطبي والاداري. بتبدا من لفت نظر، لو انت ما نفذتش تعليمات او تذمر او اعتراض على قرارات حكم او المراقب بالاشاره او القول، تحريض اللاعبين بالسقوط على ارض الملعب، ودي نقطه يعني مهمه، انذار و10,000 جنيه غرامه. هي فكره ادعاء السقوط لاي اسباب، حصول على ركله الجزاء، تضييع وقت، كل الكلام ده بالنسبه للجهاز الفني والطبي والاداري، انذار و10,000. عدم الالتزام بالمنطقه الفنيه او مقاعد البدلاء، الدخول لارض الملعب، ودي برضو كانت موجوده 25,000 جنيه، ركل كره احتياطيه، ودي مهمه بقى يا كابتن، لان انا شفناها في لقطات كتير جدا، مباريات كتير جدا، ان يتم تكليف صبيان الملعب او الناشئين اللي بيبقوا موجودين في الملعب وحاملين الكرات، ان لو في هجمه لفريقك او على فريقك ارمي الكره عشان توقف اللعب. هو انا ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هو بيقول المنع من مرافقه الفريق 3 مباريات. ماشي؟ وبعدين المنع من مرافقه الفريق 4 مباريات. تاخير اللعب. تاخير اللعب او انت تشوط كره جوه الملعب. لا. لا. ركل كره. ركل كره 3 مباريات. 4 مباريات دي مرتبطه بمحاوله تاخير اللعب. يا جماعه ركل كره احتياطيه داخل الملعب اثناء سير المباراه، المنع من مرافقه الفريق 3 مباريات. ده حقيقي. محاوله التاخير 4 مباريات. تمام. ماشي كده؟ ده مثلا على اداري عامل غرفه ملابس، مدرب مساعد مدرب. ده بالظبط. طيب لو لعيب، لعيب عمل ايه؟ هو ما حطش ان اللاعبين بيتصرفوا، هو ما حطش اللعيبه دي خالص، لان اولا اللعيب مش هيبقى حامل كرات، مش هيجيب كره من بره الملعب. قصدك لو لعيب من الدكه من الاحتياطي، شاط كوره تاخير اللعب دخل الملعب عطل اللعب. بص هنا بالنسبه كده انت بتديهم، انت بتدي حياه للعيبه الاحتياطي. بالظبط كده، احنا بننبه لجنه المسابقات وده اصل المنع غير الايقاف، يعني يبقى هنا لازم اللاعبون يكون لها ودكه البدلاء. بالظبط كده، دكه البدلاء دي مهمه فعلا، لانه برضه التلفظ بعبارات بذيئه تجاه اللاعبين او الجهاز الاداري او الفني او العناصر المساعده
كله منع منع، القيام بحركات غير مهذبه او اشارات فاضحه. بس دي لعيبه وجهاز ثاني اشترك فين اللعيبه؟ الجزء الثاني اشترك ده خلاص اشترك اللي فوق ما اشترك ما اشتركش اللعيبه بالظبط. لازم هنا تشرك لي اللعيبه ولا انا غلطان؟ مهمة جدا. لا لا كابتن شوبير ملحوظه مهمه جدا، ده كلام مهم. لكن اللي تحت بقى التلفظ المنع، وهنا اللعيب ثلاث مباريات اربع مباريات خمس مباريات ست مباريات، شيء رائع. وتضاعف العقوبه، عقوبه الايقاف والعقوبه الماليه لو انت كررتها تاني بيتم مضاعفه العقوبه. طيب. الجزء الاخير برضو او البند التاسع برضو مرتبط بالجهاز الفني، ده كل ده اداري، كل ده اداري. فعشان كده مفيش لعيبه. بس اتمنى في البند رقم 7 يا كابتن طه انه تشوف موضوع اللعيبه ده عشان دي تبقى. كابتن شوبير انا عايز اثني على ان احنا عندنا ناس وعندنا شباب بتقدر تضيف، وتقدر لو عندنا الاراده نقدر نشوف ده. بس اتمنى ان احنا بدانا مشهد ايجابي جدا نكمله بتفعيله، وانا حاسس ان حضرتك عندك بوادر امل ان هيكون في تفعيل للعقوبه. انا قلت بوادر في حواري وأمل. لا في حواري او في حديثي مع المهندس هنا بريده انا خرجت متفائل، لان انا بصراحه كنت شايط. فالراجل كلمني قال لي 1 2 3 4 وقال لي هتشوف ده هيحصل مش هيحصل. بس اللي انا دي لجنة مسابقات، يعني ما تضحكش عليا. قول يا كابتن شوبير، ما تضحكش عليا. استنى في حاجه هتخرج مهمه دلوقتي. انا اتمنى ان طه عزتي كام؟ ده ازاي؟ ده ازاي؟ في البحر يعني. احنا لسه بنقول عندنا يا عم انا بقول لك اتمنى يعني يا رب، برفع ايدي للسماء ان طه عزتي كام؟ طيب عشان يا جماعه وصلنا فكره البتاعة يعني. كبيره جدا. خلاص هنا بقى كل حاجه، الايقاف سواء للاداريين او للاعبين او ودي امور احنا شايفينها جيده وخطوه طبعًا. على الطريق طبعًا. وارجع تاني اتمنى انه يكمل. دي مفاجاه بالنسبه لنا يا عم. انا بقول اتمنى وانا قلت لك مشي. انا بقول لك اتمنى ان الراجل بتاعت حضرتك بقول لك اتمنى 90% اتمنى الراجل يكمل. طيب انا عرفت ان انا عندي حق في عدم يعني الثقه بشكل واضح الا لما اشوف. يا عم احنا قلنا حاجة انت هتقولني كلام ليه؟ انا قلت حاجة دلوقتي عم فارس. لا كابتن تمني بتاع حضرتك 99%. جدع ده شرير، جدع ده شرير جدا. لا انا اتمنى فعلا انه يكمل، لانه شخص كويس وله تجارب جيدة، وان شاء الله يكون ناجح باذن الله. انا بس عشان صديقنا هاني ادريس بعت لي شوية حاجات على الناشئين. فبعت لي قال لي 12 لعيب في منتخب المغرب نتاج من اكاديمية محمد السادس وحددهم لي. يوسف النصيري، عز الدين قناحي، نايف اكرد، احمد رضا التكوانتي ده حارس المرمى طبعا. اشرف داري، بدر بنون، ياسين بونو، يحيى عطيه الله، عبد الرزاق حمد الله، جواد اليانق، يحيى جبران، ايوب الكعبي. انا رحت عندنا مشروع الهدف بقى. عندنا الحته بتاعت اصل انا رحت دي ورحت دي. مشروع الهدف حاجه قد كده ومش عارف تشتغل فيها. التاني ده 170,000 متر انا ما لقيتش حاجه مش موجوده فيه. خدني صديقي محمد المقروف بدعوه من السيد فوزي الاقجع وعملت الجوله وكرمت يومها هناك. الحقيقه انا اتخضيت. بص، شاطئيه، صالات، مستشفيات، حمامات سباحه، ملاعب، ادوات، مستشفيات، اي حاجه تخطر على بالك موجوده. نسائي، اي حاجه تخطر على بالك خاصه بكره القدم فقط لا غير موجوده في ال 170,000 متر دي. وانا من هنا تاني بطالب بحسن الاستغلال للقريه الاولمبيه او المدينه الرياضيه اللي في العاصمه الاداريه. بس طب رساله واضحه. وعشان كده ولما يبقى عندنا لاعبين في العاصمه الاداريه وفي القريه الاولمبيه ويجي عقود احتراف. ما هو انا جبت لك ما كلهم 12 لعيبه اهو. انت عندك فندق 5 نجوم، هو عندهم 3 فنادق عشان بس القصه تبقى واضحه يعني. المطاعم، العيادات، المستشفى، المراكز الطبيه، ده فصول دراسه. طب فصول دراسه موجوده. انا اتخضيت. 9 ملاعب قانونيه موجوده يا جماعه هناك. يا جماعه يعني مش ممكن يعني كل حاجه حصد المنتخب المغربي وحصد المنتخبات المغربيه المنتخبات. نعم. وقال فوزي الاقجع ان انا جنيت ثمار ده. ده صحيح. ان انا عندي في كاس العالم. نعم. 4 منتخبات في لعبات مختلفه. صحيح. وده اللي بيدل ان في ده سياسه ومنهجيه. حتى انا البنات. قلت لحضرتك حتى البنات ما هو من ضمنهم. طبعا. والصلاة البنات. كان من ضمنهم الصلاة وكل حاجه الحقيقه، وكانوا ماشيين في الصلاة بشكل جيد. طيب دي بس بعضا من الامور. بعدين الملاعب بقى متفقين مع اكاديميه ريال مدريد. انا بتكلم بقى
هنا على ملاعب اخرى بقى يعني ما بين بعض من الدول العربيه اللي متفق مع ريال مدريد عشان الملاعب اللي متفقه، لانه انت عندك مشكله رئيسيه واساسيه وهي ملاعب كره القدم في مصر. حسام حسن النهارده طلع بيشتكي من دفاع الجوده، احنا بنقول واحد من افضل الملاعب، وكان كولر لما بيشتكي الناس زعلت وكان بيدق ناقوس خطر لمصلحه الرياضه المصريه. ده كلام صحيح. طيب انا عايز بس سريعا كده اسامه اخد خالد عبد الفتاح والاعتذار، لانه الدنيا قامت. انا ما بحبش اخد حاجات قديمه قوي، لكنه سريعا الدنيا قامت والراجل كان عنده شجاعه الاعتذار، وعجبني ان صفحه النادي الاهلي هي ابرزت هذا الاعتذار. هو خالد اصله طيب قوي زاد عن اللازم، لو حد شديد الطيبه ما انت عارف ما بيحسب لهاش. شفت انه كان نوع من انواع الشجاعه من خالد انه يطلع يعتذر ويقفل القصه دي بسرعه. طبعا يا كابتن. وانا هنا لازم نوجه رساله للناس اللي بدات تلعب في عقد المقارنات. لان الامر مختلف تماما. مروان حمدي لاعب اساء لجماهير النادي الاهلي، وحتى الان يبحث امره بين لجنه الانضباط وبين اتحاد الكره، ولم يصدر عقوبه. سيبحث وستصدر قرارات. حتى تصدر. انت عايز تسخني تاني؟ لا لا، حتى مش عايز تكمل الحلقه دي على خير؟ ماشي. حتى تصدر القرارات. انا مبسوط ان القرارات حتى تصدر القرارات. انا لو خدت دي النهارده مش عايز حاجه ثانيه. حتى تصدر القرارات. فمروان حمدي حتى الان لاعب على خصومه مع جماهير النادي الاهلي، ولاعبي النادي الاهلي عليهم التحلي بالذكاء في التعامل حتى مع الامور الانسانيه. كنت تقدر تهنيه بشكل شخصي، تقدر تهنيه بتليفون، تقدر تهنيه عن طريق رساله واتساب، عشان ده لاعب اساء لجماهيرك. اعتذر. وهنا لازم الناس تقول لك طب ما امام عاشور اساء واعتذر، بس امام عاشور وقع عليه عقوبه 12 مباراه، النادي الاهلي قدم شكوى في امام عاشور، امام عاشور اعتذر وهو بيرتدي تيشرت نادي الزمالك. مزبوط. مره واثنين وثلاثه واربعه بشكل واضح جدا قبل ما يكون في تفكير لانتقاله للنادي الاهلي، حتى يعتذر مروان حمدي مره واثنين وثلاثه وتوقع عليه العقوبه بشكل واضح مثلما وقعت على امام عاشور، هنا نقدر نتعامل مع اللاعب بشكل او باخر من خلال مدير رياضي ومدير كره بيدير اللاعبين. هل مسموح فكره العلاقات الشخصيه وانتهى الامر ما بين وتقبلنا الاعتذار من مروان حمدي كنادي اهلي وجماهير النادي الاهلي؟ لا، اعتذار خالد وليس اعتذار مروان. ما انا بقول اللي دفع للاعتذار ايه؟ الخطوه اللي خدها. عشان ما نشوفش لاعب اخر من لاعبي النادي الاهلي يعرض نفسه لمقصله جماهير النادي الاهلي. احنا عايزين جماهير النادي الاهلي تدعم كل اللاعبين، وبالتالي لما يحصل عندنا موقف نتعلم من هذا الموقف. امورك الشخصيه لابد ان تكون بنفس المعيار وتتسق مع النادي الذي تمثله. النادي الاهلي ما زال لم ياخذ حقه، وجماهير النادي الاهلي ما زالت لم تاخذ حقها من اساءه مروان حمدي. توقع العقوبه بعد كده نبدا نتكلم. واحنا اتكلمنا في صلح الشيبي وحسين الشحات الحلقه اللي فاتت ولا لا؟ اتكلمنا طبعا. طيب حضرتك حكيت الكواليس بالكام؟ النقطه بقى الثانيه، حد قال لك هو ايه المانع ان الاهلي يفاوض الشيبي؟ ايه المانع ان الاهلي يفاوض الشيبي؟ الشيبي عقده يخلص السنه دي. خلي بالك كله دلوقتي هياخد الكلمتين دول بقى ايه، يقول لك شوبير يلمح. والله جت في دماغي وانت بتتكلم على الاعتذارات والحاجات والحدوته دي كلها. يعني انا عايز اقول لحضرتك هو الشيبي في الموقف اللي حصل اصلا هو كان طرف في المشكله والازمه اللي حصلت حسين الشحات. الشيبي هو بطبعه وبعض الامور داخل الملعب ما كانش فيه اساءه مباشره او بعض الامور تخص النادي الاهلي. هو الشيبي دخل في مشاحنات مع حسين. مع حسين. حسين هو اللي كان الطرف يعني اللي كان صدر منه الفعل، اعتذر عنه وحصل تصالح. وهنا تكرر الاعتذار اكثر من مره عشان ما حدش يقول لك بقى بيقولوا كلام اكثر. تكرر الاعتذار ووقعت عليه عقوبه من الاتحاد، ووقعت عقوبه ماليه قاسيه من النادي. لا بقى. والغريب كمان الناس دلوقتي اللي خدتنا في القصه بتاعت اصل مروان اعتذر، اصل اللاعب اعتذر. انا ما شفتش حد كان بيقول كده على حسين الشحات لما اعتذر، وده مفارقه غريبه جدا. طب يا جماعه ما لما الاعتذار بيتقال ايه الدنيا، يلا نلم ونخلص ويا ابني بوسوا بعض والموضوع انتهى وانت زعلان ليه يا كده، ومع ان دي واقعه حضرتك. انما في موضوع حسين الشحات ده الناس كانت بتتكلم وازاي واللاعب وحقه يلجا للاتحاد الدولي. يا جماعه طب ما هو احنا مع كلنا مع الاعتذار، وان الاعتذار بينهي الامور، ولا احنا الاعتذار على الهوى والاعتذار على الكيف؟ اعتقد هي كانت محاوله لابتزاز النادي الاهلي بمبادئه وابتزاز النادي الاهلي بواقعه معطياتها مختلفه عن الواقعه بتاعه مروان حمدي تماما. ولكن حضرتك بتتكلم الشيبي حسين الشحات نفسه لما جاي يختار احد افضل اللاعبين اختار الشيبي.
الشيب الموضوع بالنسبه له انتهى مع جمهور النادي الاهلي ومع النادي الاهلي واعتقد ومع حسين الشحات، ففكره ان النادي الاهلي يضمه او من عدمه او يفكر فيه ده قائم بقناعه فنيه، انما انا مش شايف ان في شيء كبير يمنع ان الشيب يكون لاعب النادي الاهلي بيشوف انه لاعب جيد. يعني انا مش شايف الازمه دي. اتفضل. انا دايما عشان نقفل موضوع بند المبادئ ده، انا عندي قناعات واضحه وصريحه. مبادئ النادي الاهلي تطبق على من ارتدى تيشرت النادي الاهلي. انت تيجي عندي لاعب الاول، تحمل صفه لاعب في النادي الاهلي، تحمل صفه مسؤول في النادي الاهلي، تعالى طبق عليك مبادئي. طول ما انت بره فانت مش في ذمتي، مش في عهدتي، مش هقدر اعاقبك ولا هقدر اقوم سلوكك. وبناء عليه لو في رؤيه فنيه تستدعي وجود الشيبي داخل صفوف النادي الاهلي، وقدم الشيبي يعني ما يثبت حسن نواياه تجاه النادي الاهلي وتقديره للنادي الاهلي وجماهيره، ليس هناك اي مانع. اسكت ولا اتكلم؟ ده انا الدنيا ولعت. ده النهارده الحلقه فيها شويه ما بين سطور. شويه الغام كده حلوه كده. ده كم ما بين السطور. شويه الغام لذيذه، مش وحشه يعني، خفيفه كده يعني. تخيل باك رايت وباك ليفت بالشكل ده، علي معلول منتخب المغرب. طيب هم اللي بيقولوا، انا سالت. احنا بنتكلم في طرح فني، ما بعملش حاجه غير ناس. خليني بيعايز من كابتن شوبير اللي والله ما قال لنا اي حاجه يعني بره الهوا خالص. ده فعلا يعني احنا بنتفق على محاور عشان اكون امين معاكم يعني، لكن دايما الحوار عندي هو اللي بيجيب الاسئله، وده المهم انه كل ما يدور في اذهان جماهير النادي الاهلي كل ما يتم تناوله، بس احنا هنا بالشكل اللي فيه صدق، ده المهم يعني. يعني انت موافق ان الشيبي يجي الاهلي لو في رؤيه فنيه؟ ترى موافق الشيبي يجي النادي الاهلي؟ المبدا نفسه شوبير انت نهار انسان ده راح راجل مصور ده. انا مقتنع ان الشيبي قول لي خلاص انت اضافه فنيه للنادي الاهلي. حضرتك موافق انه يجي النادي الاهلي؟ طبعا. ما انا قلت يعني بما يعني لا يتعارض مع مبادئ النادي الاهلي اطلاقا. اقفل يا ابن الحلقه. طيب خلينا اخر حاجه بقى ومسك الختام، نتكلم على منتخبنا الوطني. خلاص الكاف اتكلمنا، تناولنا الكاف ووجود النادي الاهلي. عايز تقول حاجه بسرعه على الكاف؟ طبعا. قول بس وجود بسرعة. النادي الاهلي حاجتين سريعا. يلا. من حق اي جمهور يفرح في تواجد النادي بتاعه، لان انجاز كبير تواجد نادي الزمالك الى جوار النادي الاهلي في ترشيح افضل نادي داخل القاره. ولكن ده سبب ادعى ان احنا نعرف قيمه ما حققه النادي الاهلي. والناس تقر وتعترف، اللي دايما حضرتك بتقولها. انا عايز اعملها لكم اقر واعترف دي، اجيب الاثنين يقر واعترف. الحلقه الجايه ان شاء الله. دي ان الناس تقر وتعترف بما يحققه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي توج 6 مرات بهذه الجائزه كافضل نادي داخل القاره، اخرهم في ديسمبر الماضي واستلمها الاستاذ طارق قنديل. فاعتقد ده يديك النادي الاهلي بيعمل ايه، والبعض بيبخسوا حقه. حاجه ثانيه، وجود زيزو كافضل مرشح لأفضل لاعب داخل القارة في وجود حسين الشحات ومصطفى شوبير، أيضا من حق الناس تفرح اللي بتنتمي لأي نادي. ولكن ده يدل إزاي لعيبة النادي الأهلي بيتعرضوا لظلم. بيتم دايما كلام حضرتك تسمع تابوهات وجدنا الناس عليها، أصل اللاعب المهاري، أصل اللاعب الحريف، أصل اللاعب المميز دايما موجود في نادي الزمالك أو أندية أخرى مش في الأهلي. لا حضرتك اديني تعريف اللاعب المميز. النادي الاهلي توج لاعبيه هما الوحيدين منذ بدايه الجائزه، مفيش اي نادي حقق اي لاعب منه من بدايه الجائزه من مصر هذه الجائزه غير من النادي الاهلي 8 مرات. ابو تريكه 2005، بركات 2005، ابو تريكه 2006 و2008، احمد حسن 2010، ابو تريكه 2012، وابو تريكه 2013، ثم محمد الشناوي 2022، وبيرسي 2023. 8 مرات وغياب عن المشهد لأي نادي مصري آخر. أعتقد لازم الناس تعرف قيمة النادي الأهلي لما تحط مقارنات، لما تتكلم عن الرعاية، لما تتكلم عن البث، لما تتكلم عن قيمة سوقية وجماهيرية. النادي الأهلي يرد بهذه الأرقام، اللي بيحصل كاستثناء للبعض هو واقع النادي الأهلي. متفق تماما طبعا مع كلام فارس، ولكن أنا هنا يعني أتمنى بعيدا بقى عن وجود حضرتك، اتمنى ان الكاف هو بيختار ويليامز مرشح لثلاث جوائز. ادوا له جائزه يا جماعه وسيبوا لنا احنا جائزتين. سيبوا لنا جائزتين، سيبوا لنا واحده لمصطفى وسيبوا لنا واحده لحسين الشحات، ويليامز ياخد اي جائزه من الجوائز الاخرى. لكن لازم نقر ونبقى ونعترف بالفعل بقى كابتن ان النادي الاهلي هو الوحيد الذي حفظ ما وجه كره القدم المصريه على مدار اخر 15 14 سنة. ده صحيح. أختم بمنتخب مصر، أبدأ بك يا أسامة. حسام حسن كانت التصفيات دي خدها من أولها لآخرها، 4 انتصارات وتعادلين
والتعادلين بعد ما انت ضمنت بالزبط. خلاص وصلت والقصه بالنسبه لك انتهت والموضوع تمام 100%. 13 لعيب لاول مره بيرتدوا تيشيرت المنتخب الوطني المصري، تعادل مقبول جدا في الراس الاخضر، وتعادل مش مهضوم شويه هنا، لكنه مع عدد الفرص اللي خدوها اللعيبه وال يعني البدلاء الكتير اللي شاركوا، فالناس شايفه انه كده تمام التمام بالنسبه لحسام حسن. انت شفت الدنيا ازاي؟ انا كنت اتمنى عشان خاطر كابتن حسام حسن للحقيقه يعني انه يصل لنقطه 16 عشان يكسر رقم فيكتور كوبر اللي وصل ل 15 نقطه، ولكنه توقف عند 14 نقطه فقط لغير سواء اعتقد مع كابتن حسام البدري في 14 نقطه في التصفيات، ولكنه قدر ان هو يحافظ على الصعود وضيعنا كبشه اهداف في الاخر يعني. ولكن كان في بعض الاوقات برضو ان انت بعض اللاعبين حبيت تشركهم مع بعض فاثرت على ادوارهم فنيا داخل ارض الملعب، وتحديدا عايز اتكلم عن ناصر ماهر وطاهر محمد طاهر اللي حصل ما بينهم داخل ارض الملعب. لكن مع كابتن حسام انك تشوف 13 لاعب ان انت تصل للنقطه رقم 14 مع منتخب الجزائر اعتقد 16 نقطه، منتخب المغرب 18 نقطه، وهو يعني بيتساوى مع منتخب مالي، دي كلها امور تشجيعيه. ليه؟ لان الاختبار الحقيقي هو امم افريقيا. نتمنى باذن الله نصل الى النهائي، نتمنى باذن الله نحقق اللقب، لان اعتقد الجيل ده وتحديدا اللاعب اللي كان شايل شرط الكابتن النهارده تريزيجيه. والله بص انا كتبتها عظيم. والله طبعا حاجه جميله واشاده حسام حسن بيه. كابتن شوبير بص وقت ما تتازم كابتن حسام حبه طبعا وقت ما تتازم الامور نفسه تريزيجيه صح وقت ما تتازم الامور مع منتخب مصر نجد تريزيجيه. تريزيجيه كان في مباراه غانا في القاهره هو صاحب ركله الجزاء اللي فتحت لنا المشوار. تريزيجيه كان هو في مباراه التصفيات هو صاحب ركله الجزاء، السبب في ركله الجزاء طبعا محمد صلاح سجلها، هو اللي فتح لنا المشوار. تريزيجيه مع المغرب، تريزيجيه في امم افريقيا، تريزيجيه لقطته ان انا وصلت اثنين نهائي ما زالت عالقه في الاذهان وخسرهم. انا اتمنى من اجل منتخب مصر طبعا مدرب وطني كابتن حسام حسن ان انا اتخطى بقى فكره ان انا اوصل للنهائي ونخسر البطوله. عندنا بطوله صعبه جدا، عندنا منتخب المغرب يعني وليد الركراكي كان بيتكلم قبل ماتش ليسوتو بيقول انا عايز اجيب ال 18 نقطه. مظبوط. فالراجل بيلعب في طموحات اصلا حسام كان هيتجنن بالظبط، كان بيلعب في طموحات وارقام مختلفه، ولكن بالتاكيد خطوه موفقه جدا لكابتن حسام حسن. نتمنى من اتحاد كره القدم الدعم والمسانده والا يقف عند تصريحات كابتن حسام حسن السابقه. اعتبر التصريحات دي ما اتقالتش زي الفل. امين. ده انت حضرتك بتجيب من الاخر عشان بس يكون اصل انا لازم اقول لك الحته التركه مين يلعب بعد احنا الثلاثه النهارده. اعتبر التصريحات دي ما حصلتش زي الفل ماشي مهم جدا في شهر عسل جاي. تمام حلو كده الخير جاي مرضي يا باشا. لا جدا طيب سوق العصر الخير جاي. المنتخب قول لي رايك. نروح حته صراحه شويه. يلا. تجربه كابتن حسام بالنسبه لي مثاليه فيما عدا الامور اللي هو ارتضى ان هي ما تكونش مثاليه. زي كابتن حسام حسن حب ان بعض الامور ما تكونش مثاليه في بعض التصريحات وبعض الصدمات اللي عليه ان هو يتجنبها عشان زي ما كده في الفيلم الجميل بتاع اضحك الصوره تطلع حلوه. احنا عايزين الصوره تطلع حلوه. ليه الصوره مش حلوه في بعض الامور؟ يعني جينا عندنا تصريحات خرجت ضد الانديه في حته ان الانديه بتلاعب فرق ضعيفه في دوري ابطال افريقيا يعني سيمبا التنزاني، ثم كابتن حسام يفاجئنا النهارده ان هو بيتكلم الناس بتقول ان احنا ما حققناش حاجه عشان بنلاعب منتخبات ضعيفه. طب ما يا كابتن حسام حضرتك طب ما بلاش نتكلم في الماضي. ما هو انا بقى عايز ده نتجنبه بقى خالص يعني. هو اتكلم في الموضوع النهارده وابعد عن امبارح ما دون ذلك من الذكرى وسماع الجاي. هو كابتن شوبير ما دون ذلك انا عاجبني اللي بيحصل فنيا جوه الملعب. بالعكس انت جهزت عدد كبير من اللعيبه، جرأة في دفع يعني تشوف محمد جديدة. ربيعه ان انت بتجيب الراجل ده اللي اصلا ما بيلعبش كان اساسي مع فيوتشر وبيروح سموحه عينك عليه. واحنا عارفين تعرف ان ربيعه ده كان مع فريق كوكا كولا في القسم التاني، لان انا عارف القصه انا قعدت في فيوتشر شويه. لا لا كوكا كولا وانديه درجه ثانيه رفضته وبعدين هو الوحيد اللي كمل من كوكا كولا مع فيوتشر، وبعد كده ما كانوش راضيين عنه قوي طبعا. وسبحان الله ربنا يكرمه. خد بالك من بنها. والله من بنها ده في كتير قوي ما شاء الله. سعد سمير كل سمير نجوم الرياضه المصريه امبارح تحفه. سعد سمير نجوم الرياضه المصريه احمد فتحي بنها احمد اسامه بنها سعد سمير لا انت كان عندك كمان من بنها الله يرحمه ابراهيم الدسوقي كان لعيب جميل جدا ويعني توفي في حادث مؤلم يعني وجعني لحد دلوقتي. ابراهيم الدسوقي ده كان لاعب الزمالك ده من اشهر الناس لانه ضربه الجزاء في 71 72 اللي تم الغاء الدوري كانت مع كابتن مروان كفاية. وانا قابلته الحقيقه كنت في جوله انتخابيه فقابلته في بنها
ومن فضل الله الناس لحقت عرفتني قالوا لي ده الكابتن ابراهيم الدسوقي. فلسه داخل عليه فبيقول لي انت تعرفني؟ قلت له كابتن ابراهيم الدسوقي. فكان سعيد جدا انه انا عارف طبعا الزمن بس يعني طبعاً. انا حافظ اسمه حافظ. فلا كان في ناس كثيره جدا طبعاً. جماعه المحافظات دي ماده اللعيبه ماده الانديه توتو مثلا طبعاً. نجم طبعاً. نجم طبعاً. الاهلي ده عارف انا كان عندها راجل يعني. اسمراني كده حاول افتكر لك اسمه كان مشجع النادي الاهلي كان راجل اسمراني جميل 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 من اهل النوبه كده فمره كابتن توتو جه النادي وكده فما عرفوش على البوابه فكان زعلان يعني كان زعلان طبعا ايه طب بس كابتن حسن حمدي الحقيقه ساعتها كابتن توتو ده في 55 لما الاهلي تم تجميد النادي الاهلي لمده شهر في عهد رئاسه الاستاذ احمد عبود باشا كابتن توتو قال لما قالوا لمده شهر التجميد يعني. تقدر تروح اي نادي اخر قال لهم انا هروح ازرع في بلدي ولا اروح نادي ثاني. انا هحكي لك قصه لطيفه جدا بقى طالما فتحنا هذه الذكريات. المهم الراجل بقى العجوز الجميل ده مش فاكر اسمه ايه فقال يعني بنحكي على كابتوتو كده قال لي انت عارف كانت في المدرج اللي هو بتاع الدرجه الاولى ده كان مدرج خشب تقعد على خشب كده جميل نادي الاهلي كان عاملها فكانت الجماهير تضرب على المدرج كده تو 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 صل على النبي تو 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 صل على النبي كان بيقول لك الهتاف ده كان بيرج الدنيا كلها يعني. بس احكي لك بقى موقف لطيف انت اللي فتحته مع احمد باشا عبود ده اللي حكاه لي الكابتن توتو والكابتن طه اسماعيل. كابتن خلي بالك من ظرفاء العصر الناس طبعا. مش عارفه الجانب الثاني في كابتن اسماعيل ده ربنا يا رب يديله الصحه يا رب. خدوا دوري فعزمهم احمد عبود باشا احمد عبود باشا كان يعمل ايه؟ يبني للنادي حمام سباحه هو اللي عامل حمام السباحه رئيس النادي الاهلي ده على حسابه يعمل لك حاجه كده بس هو ايه يعني هو يودي الفلوس في ده اللي هو انت عارف زمان مثلا اتكلف 300,000 جنيه ده انت بتتكلم في دلوقتي 3 مليار يعني. فراحوا اللعيبه عند احمد باشا عبود رئيس النادي ففضلوا قاعدين فمستنيين الفلوس ادينا بقى الفلوس واخدين ففضلوا قاعدين فما فيش فلوس فهو كان بتاع سكر هو كان ملك السكر طبعًا. في مصر يعني هو امبراطور السكر في مصر فهو فبيشرب الشاي فاحمد باشا عبود عدى عليهم كده فلقاه مستاء يعني فقال له ايه قال له ايه توتو في ايه بتاع فبص يعني هو بيبص على الشاي فبقول له عايزين سكر يعني سكر للشاي يعني هو مش عارف يقول له حاجه انا مديها ليه فكبتها والكابتن قال لك راح حمل لنا شولة سكر انا عايز سكر من التاني والله سكر هروح ابيع السكر ده فين وبالمناسبه يعني اسماعيل ياسين الجمله الشهيره بتاعته في احد الافلام يعني لما قالت له اسمي سكر قال لها يا عبود باشا فطبعا يعني كان طبعا عبود باشا من الناس اللي لها ايادي بيضاء على النادي الاهلي وكعاده رؤساء النادي الاهلي كعاده رؤساء النادي الاهلي. طيب كنا بنتكلم على ايجابيات المنتخب الايجابيات حضرتك عايز لا 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 والله طبعا لا ومن الاجابات بقى اللي انا عايز اقولها اللي ممكن الناس يعني تكون بتشوفها بشكل مختلف بل بالعكس حابب اطرحها. انا شايف ان المرونه اللي حصلت من كابتن حسام حسن في التعامل مع محمد صلاح هي تحسب له مش تحسب عليه. طبعا طبعا احنا كلنا كنا بنتخيل مشهد صدامي على خلفيه تصريحات قبل كده لا كابتن حسام التجربه خليته يشوف الامور بعين مختلفه يعرف صلاح يعرف ان احيانا هذا اللاعب بقيمته محتاج تتعامل معاه بقدر نجوميته فانا دي من الحاجات اللي باخدها وبحسبها الكابتن حسام مش بحسبها عليه اطلاقا واتمنى ان ده يكون المعيار بتاعه في التعامل مع امور كتير جدا واتمنى البعض ما يحولش ده ويعمل حساسيه بين اللعيبه وبعض يعني كان في احد المعلقين في المباراه السابقه لما تحدث عن حته الملعب وارضيه الملعب وقال ان صلاح ومرموش مش موجودين صعبة دي فانتوا شايفين ارضيه الملعب كنتوا عايزينهم يلعبوا بس هي لا بص كابتن شوبير لا والله بص انت بص طب انا هقول لك حاجه والله انا بقى انا علي محمد علي صديقي جدا وبتكلم ده وبقوله بوضوح قدام الناس يعني زملكاوي زملكاوي بحب نادي الزمالك بحب نادي الزمالك لكن اشهد الله عز وجل انه علي لا كان مغرض في يوم من الايام ولا كان كاره النادي الاهلي في يوم من الايام ولا حاجه من دي خالص هي بتبقى عفويه فقط لا غير لكن من اكثر الناس المؤدبين والمحترمين اللي اتعاملت معاهم لا يشكك احد في خلقه بمنتهى الامانه والله العظيم ثلاثه حضرتك قول رايك فيه كمعلق عجبك او مش عجبك دي
لك مطلق الحريه فيها، لكنه انه يقصد بيها حاجه لا مش مقصود. انا بس بقول يعني. هو ماخذ ربما حتى لو مش قاصد بعيدا عن المباريات الثانيه فقط لغير. مش مقصود بيها كده يعني. هو بيكون في مفارقات، ولكن حتى لو هي مش مقصوده احنا مش عايزين نحط حساسيه بين الجمهور وكان اللعيبه لها تصنيفات مختلفه. فبس انا بحط الحته دي لان احنا تجاوزنا الحته دي، وانا شايف ان الروح ما بين لاعبين في المنتخب ممتازة. مميزه جدا. حتى حضرتك النهارده بدات بحته يعني الناس لو هتروح لاتجاه او هتروح في ان الحارس ده مش معاه، ده مش قلبه مش معاه في الملعب، حضرتك كنت انت بتبدا هنا في الموقف يا جماعه مش دي المشهد ودي الصوره، ثم كله اخذ من حضرتك بعدها. فاحنا عايزين ده اللي نبني عليه. حتى واحنا بنتكلم النهارده عن زيزو وبنقارن بطاهر، ما كانش بداع التقليل، ولكن بداع يا جماعه شيد، انت مش لازم تقلل من طاهر محمد زيزو نفسه عشان عمل تهنئه لطاهر على اداؤه، بل بالعكس دعمه. زيزو نفسه عمل تهنئه لطاهر، ده بني ادم جميل. فده اللي عايزين ناخد منه دي الايجابيات يا كابتن شوبير اللي احنا بنتكلم فيها. طيب انا بس هقول نقطه صغيره كده فنيه، من اكثر الحاجات اللي عجبتني لما طلع عمر كمال ولعب بثلاثه ودخل مصطفى فتحي قدام، فلعب بربيع مع حسام عبد المجيد مع حمدي، وعمل ونزل مصطفى فتحي الحقيقه غير الشكل الهجومي لمنتخبنا الوطني. اعتقد مباراه بوركينا فاسو لما كان عندنا مشكله في الباك ليفت لعب ثلاثه ايوه لا ولعب وهيحتاجها بعدين وسجل طول الوقت. النهارده حسام عبد المجيد بيبقى دولي، هو لعب مباراه وديه مع المنتخب لكن بيبقى دولي رسمي كمان. هوريكم بس عشان نشوف مستقبل الكوره في مصر تمام. بس اجروا بقى معايا عشان الساعه واحدة واحنا سهرنا الناس. احنا كنا بنقول حلقه سريعه صح؟ سريعه عمالين نتكلم امبارح في الحلقه ما فيهاش احداث، تنصبوا على الله فسيبناها على الله. وريني بس الملعب بقى، شوفوا المستقبل الباهر لكره القدم في مصر. حط انزل يا باشا. لا ده المعنى الحرفي لملعب البترول بس ناقصه بدري. ده سما اللي كان حاططها البترول بترول بس هو مش سخريه يا جماعه، يعني لا نقصد السخريه ولا اسامه يقصد السخريه، لكنه ازاي هتطلع ناشئ جيد بتلعب على الملعب ده، والناس الجماعه بتوع البترول عندكم امكانيات زي الفل وجميل ان انتم بتلعبوا رياضه، بس صلحوا لنا الملاعب. لا ده اسكندريه للبترول في الماكس وفي مباراه قبل مباراه النهارده. صلحوا لنا يا جماعه الناس محترمه جدا. مش بنتكلم عن فنيات ولا ناشئ جيد، احنا كمان بنتكلم عن ان ده لا يجوز ان لاعب طفل او شباب في اعمار صغيره يتعرضوا لاصابات ملاعب نتيجه ده. هم جميل مستحيل. جميل جدا ان هم بيلعبوا كوره او بيلعبوا رياضه، وعندهم على فكره رياضات اخرى وعندهم مسابقات اخرى الحقيقه للامانه الشديده، وناس كويسين قوي، بس الصوره ما بتتنقلهمش صح. فانا بنقلها المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق ربنا يديله الصحه يا رب طول العمر، كان عامل ملعبين في السويس عند العين السخنه، كنا بنروح نتمرن فيها في ايوه بالظبط. لا كنا لا ملعبين في الطريق من اجمل وافضل ما يكون، بس ناخد بالنا من الحاجات دي. قبل ما نختم تعالوا ناخد شويه اسئله من السوشيال ميديا لانه لهم حق علينا. يلا بينا. محمود خليفه فريد شوقي، تحياتي يا كابتن شوبير، يا احلى صفقه عملها بيبو حبيبي اعلاميا، ربنا يكرمك يا رب. سؤالي الى ضيوفك الاعزاء اسامه وفارس، ونحن مقبلين على الجمعه رقم 208 القاضيه، ممكن ايهما اكثر تاثيرا وصخبا في تاريخ النادي الاهلي، قاضيه الصفاقسي نوفمبر 2006 ولا قضيه الزمالك نوفمبر 2020؟ يلا مع محبتي للتريكه 2020 طبعا 2020. لان الاثار السلبيه لخساره بطوله 2020 كانت هتبقى صعبه جدا. 2020 2020 2020 20. اللي بعد هاني ادريس، اتفضل يا عم هاني يا جميل. ثلاث اسئله مشتركه لفارس واسامه، نبدا بفارس. ايه المطلوب من اداره السكاوتنج ولجنه التخطيط في انتقالات يناير القادمه قبل خوض كأس العالم للأندية؟ الإجابات سريعة من فضل. مطلوب مهاجم في المقام الأول ومطلوب مدافع محلي في المقام الثاني. طيب أسامة، شايفين الأهلي ممكن يوصل لحد فين في كأس العالم للأندية وفي ظل مشاركة من أقوى أندية العالم؟ والله إحنا دايما كنادي أهلي وجماهيره بنكون طموحين جدا لأقصى درجة، لكن إن شاء الله نتخطى دور المجموعات، لأن بالتأكيد هيكون معنا تقريبا يعني فريق من أوروبا وفريق من أمريكا اللاتينية. تمام. أنا الحقيقة السؤال الثالث يا هاني أنا بعترض عليه. حط التشكيل أفضل للنادي عبر التاريخ، ما ينفعش دي كانت هتكون مستحيل، كل وقت وليه أدان وليه أوان، ما ينفعش أبدا. يعني أنا مثلا ممكن ما نحطش كابتن عادل هيكل ولا كابتن عبد الجليل الفناجيلي، زي ما يتحط الفناجيلي ولا طه إسماعيل، ماهر حماه بالظبط، كل جيل وليه فلتاته يا جماعة وليه طبيعته. كنا بنتكلم عن توتو والتيتش بالظبط كده، فصعب جدا يا جماعة. اللي بعد دكتور عادل فتحي العوفي، العوفي
توقعات ضيوف الكرام بشان قرارات لجنه الانضباط التي لم تعلن ولم تطبق، خاصه ان ايقاف امام عاشور تم بدون اي سبب وبلا دليل ولا يجوز الاستئناف عليه لكونه 4 مرات بس. امتى كان امام عاشور؟ مفيش الكلام ده اصلا. لا قصدك كان ممكن بيتكلم على الجزء الاولاني وعند كابتن شوبير الخبر اللي لا هو في بعض التسريبات بتقول ان امام، لكن الكلام ده مش حقيقي. وامام ايقاف امام فين؟ في مباراه الاهلي وبيراميدز. ده كلام البعض سرب المعلومه دي. لا لا طلع مع ايقاف مروان حمدي عشان ربما انت كاهلاوي يعني تقول طب خلاص مروان ما يعني لا ما في لا امام يتوقف ليه يعني؟ ما عملش اي شيء يعني، ما عملش حاجه خالص. هو امام لو كح هيتوقف يا دكتور عادل. ليه توقف ليه؟ لو عمل حاجه غلط توقف، لو عمل حاجه صح نقول له برافو عليك. طب اللي بعده بعد الدكتور عادل، ابو انس احمد. مساء الورد على كابتن شوبير وعلى اسامه فارس، بجد انت افضل صفقه للاهلي وقناه الاهلي. والله العظيم ثلاثه قناه الاهلي هي اللي مكسب لاي بني ادم يظهر فيها. سؤالي ليكم، محتاج كام صفقه قبل السفر لكاس العالم للانديه عشان نقدر نوصل لمراحل متقدمه؟ ده رد عليه فارس في اللي فات، نسمع الاجابه من اسامه. انا طبعا محتاج ان انا يكون عندي مهاجم مع اسامه ابو علي، محتاج يكون الوينجات عندي مختلفين عن بيرسي تاو ورضا سليم، محتاج يكون عندي سنتر باك بشكل واضح، ونتمنى الاطمئنان على اشرف داري لان دي نقطه مهمه جدا. محتاج يكون عندي سنتر باك خامس، وايضا لاعب وسط ملعب بامكانيات. ما فرقه جديده بالمره بقى؟ لا بعد اذن حضرتك يعني. لا انا مش بتكلم في يناير، ده بيتكلم في كاس العالم. كاس العالم الانديه 2025. انت بتتكلم وانا لا مش بتكلم، احنا دماغنا كلها راحت للاتحاد. شفت انا قاري السؤال صح ازاي؟ صح احنا ضعاف في القراءه شويه. ماشي اللي بعد ام محمد، ده صديقنا على طول. انا ما اعرفش هو واحد ولا واحده، بس يعني ده اكيد اكيد ده محمد. ده محمد صح؟ ماشي. مساء الخير للجميع، رايكم حلو قوي السؤال ده في ماتش مصر اليوم، مسابع عزوف الجمهور عن الماتشات بقت حاجه ملفته وتحزن بصراحه، وحسام حسن اشتكى النهارده. نبدا من ان انت تتعامل مع الجمهور ان ده حد بتقدم له نشاط انترتينمنت ترفيهي، تبدا تتعامل مع الجمهور ان ده المستهلك للسلعه بتاعك. حضرتك مش في مجال الصراع ولا المشكله معاه. انت تبدا تشوف ازاي الجمهور يروح، ازاي تخفض له التذاكر، ازاي تعمل له مسابقات وجوائز جوه المباريات، ازاي تحسسه ان هو رايح ياخد اسرته يستمتع في الملعب. عايز اقول لكم يا جماعه، امبارح كانت في ندوه، الاول امبارح ندوه لمحمد صلاح في الشارقه كومبليت. وهو من اكتر الحاجات اللي انا شفته الحقيقه، كان مركز قوي بيجاوب كويس قوي. بس شوف الاستقبال عامل ازاي. محمد صلاح بيجي في مصر ما بيلاقيش 1000 متفرج في المدرجات، وده مش لطيف. اللي بعده عمرو الباشا. مساء الفل يا باشا. مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي الفرسان النادي الاهلي محمد فارس واحمد اسامه، بخصوص الاعلام الرياضي اللي بيظهر على قنوات اخرى والحرب اللي شغاله على النادي الاهلي من كل اتجاه، انتم شايفينها ازاي؟ وهل عندكم حل او دفاع على اللي بيحصل من الاعلام الرياضي؟ اسامه. والله يا كابتن انا شايف ان اسم النادي الاهلي براند بيخلي اي اعلامي يتكلم عن النادي الاهلي سلبا او ايجابا يتشاف. فانا مش هقدر يعني امنع ده، ولكن هقدر يعني اوصي او ابعت رساله دايما بنبعتها من قناه النادي الاهلي للجهات الرقابيه والمجلس الاعلى للاعلام، اي تجاوز او تطاول على اي نادي يتم التعامل معاه بقرارات انضباطيه. بتوحشنا يا اسامه. اللي بعده، السؤال اللي بعده. انت بتبان على هوا يا كابتن. لا بتوحشني. الحاجه نونا، بس هي مكتوب هارونا. ماشي. هل وجود خبير اجنبي للجنه الحكام هيعدل الميله؟ هيساهم. وانا اتمنى بمناسبه السؤال ده اللي انا شايفه مهم جدا في التوقيت ده، تجربه كابتن ياسر عبد الرؤوف كلنا بندعمها. صحيح. ولكن اتمنى ان احنا ما نتعاملش بعقليه المسكنات. ايه ده كابتن ياسر ماشي كويس، طب خلاص سيبه وانسى بقى فكره الخبير الاجنبي. لو مش هتجيب خبير اجنبي يدير، انت ممكن تجيب خبير اجنبي يطور ويحط الخطه اللي اتكلمنا عليها، وان انت تلجا للاتحاد الدولي انك تطور حكامك وتثقفهم. فالخبير الاجنبي مهم حتى بعيدا عن الاداره، مهم في التطوير. ولكن مؤشرات ياسر عبد الرؤوف جيده جدا الحقيقه. يعني هو حط 2-3 حكام في تقنيه الفيديو، او هيضع ده في المباريات المقبله، بحيث ان يكون في 2 حكام ساحه وحكم مساعد، ودول 3 يكونوا موجودين رايهم استشاري يستشيروا بعض قبل ما يستدعوا حكم الساحه لتلافي الاخطاء اللي حصلت في مباراه الزمالك والبنك الاهلي. اسامه بشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ما طولناش النهارده خالص، احنا كنا في السريع كده. فارس بشكرك شكرا جزيلا. كابتن شوبير مع حضرتك عاده يعني، ودايما الحلقات بتكون كلها احداث، وما احنا نفسنا بنحسش بالوقت، فما بالك الناس يعني. بنستمتع بالوجود معاك في حارس الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا، وانتم من اهم حراس النادي الاهلي، ولكن اهم حارس النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. عايزين حاجه؟ السلام عليكم.